و احنا كده هو لايف دلوقتي على ما اعتقد يعني. احنا بنرحب بالناس كلها اذا كان الناس معانا بدأت تخش معانا. احنا بقالنا فترة واخدين بريك لطيفة كده علشان كنا نريح اللي بقى كان تعبان واللي بقى كان كويس، ورمضان واخر 10 اواخر والعيد، وبعد العيد الدنيا كانت ملخبطه شويه، وبعدين الويبينارز كتيره قوي فكنا واخدين راحتنا. فراجعين بقى رجوع قوي. معانا النهارده الدكتوره دينا بدار، اقوى الناس اللي معروفه في مجال الميديكال ريتنا والفيايتس. والنهارده بقى احنا هنتكلم على الريتنال ايمجينج، هنتكلم ريتنال ايمجينج 101 كيس بيز ديسكشن. هتدينا بقى الخلاصه بتاعت وانت في العياده وانت بتقابل عينينك بقى وتشوف وتطلب ايه وتعمل ايه وتتوقع انك تشوف ايه. احنا يعني مش عارف اقول لكم قد ايه انا مبسوط ان هي معانا النهارده، ومتوقع اقبال جماهيري عالي باذن الله. والدكتوره دينا حضرتك من اول. ميرسي دكتور وائل جدا، ثانك يو فور ذا انتدكشن، واشكرك على الانفيتيشن. انا كنت متابعه وقت رمضان، يعني كذا حد، اماني فوزي نيكولاس بولبي جولدستاين، كل الناس دي انا عشت معاهم، و it was a real pleasure ان انا اسمعهم تاني بيتكلموا حاجات اللي انا بحبها، الراتنا واليوبيتس، وطبعا النيورو اوبتمولوجي يعني جزء برضو. بس انا هحاول النهارده ان انا اتكلم بيزك ونعلى شويه عن البيزك وننزل ونعلى شويه عن البيزك وكده. فاحنا اي وود لايك الناس انها انتراكت اكتر معانا. هنشوف الكومنتس بتاعتكم، ف keep them coming، ولو في اي اسئله دكتور وائل هيوقفني في اي وقت. اوكي تمام، مفيش مشكله خالص. انا هتابع الكومنتس، ولو في اي حاجه عايزين او هتلاقي الكومنتس تظهر باذن الله. تمام، شكرا. اوكي ممكن ام ريدي يو ار بتاعتك. ماشي اوكي. اوكي اوبس، عملت غلطه. كده هو فري صح؟ تمام. اوكي. اوكي. تمام كده؟ اوكي. تمام. طيب انا هتكلم النهارده الاوبجكتيفز ان احنا الكومن ريتن باثولوجيز اللي بنقابلهم نعرفهم، احنا كلنا عارفينهم، بس هنقول شويه تيبس اند تريكس في كل حاجه وازاي نفرقها من الحاجات الثانيه. ازاي نستخدم البيست تول للباثولوجي ده، وازاي نستخدم مالتيبل تولز اللي هي دلوقتي اسمها المالتي مودال ايمجينج اللي احنا كلنا بنقراها وبنسمع عنها في الكتب. حاجه من الحاجات اللي بتطلب مننا دايما ان احنا يا جماعه مش عايزين نعتمد على ريبورت، عايزين نقرا اور اون ايمجز، وفي نفس الوقت واحنا قاعدين في العياده مع العيان هاو تو كونسلت وذ ذا بيشنت بناء على الصور اللي قدامنا اباوت ذا بروجنوزز اند اباوت ذا هنمشي ازاي في العلاج، خطه كامله لعدد الحقنات والى اخره، والبروجنوزز من العلاج اللي احنا نشوفه. هبتدي بقى في لب الموضوع حبيب الملايين، الفلوريسين انجيوغرافي والكالرد فاندس ايمج. طيب انا هسالكم سؤال، انتوا اوكي بالعربي؟ اوكي دكتور وائل احنا عربي؟ انا شايف كله، ما فيش اي مشاكل. طيب حلو قوي. اوكي عشان انا مش شايفه من عندي، وقفني بليز. اول حاجه هنتكلم فيها هو الماشينز اللي موجوده بتاعت الفلوريسين انجيوغرافي او والكالرد فاندس ايمج. احنا التو ماشينز اللي موجودين في الماركت دلوقتي كوميرشالي يوز، يا اما بيستخدموا الوايت لايت، يا اما بيستخدموا كل السبيكترم اوف لايت، يا اما بيستخدموا مالتي كولر. دول بيستخدموا ليزر لايت، فالبنترنس بتاعتهم احسن، وبيستخدموا الجرين والبلو والريد، وكل كل كل كولر من دول ليه درجه بنتريشن
الريد هو اقصى بنتريشن بيوصل لغايه الكورويد، الجرين لس، والبلو بيسكتر بدري، فبنشوف بيه الحاجات الفيري سوبرفيشال في الريتنا. دي ده نفس العيان، ده نفس العيان انا جايباه متصور مره بالوايت لايت ومره متصور بالمالتي كولر. الوايت لايت ده كانك بتفحص العيان بالظبط، شايف كل حاجه بلونها الطبيعي، الديسك لونه بينك زي ما احنا عارفين، والفيسل لونها احمر، والتجرويد فندس ورا، وبعدين في الكوتن وول سبوت دي اللي فوق، والاوباسيتي بتاعه الريتنا سوبيريور. ده مش محتاج اقول لكم ده عيان برانش ريتنال ارتري اوكلوجن، هنتكلم عنه ليتر. نفس العيان بقى لما ناخد له الصوره بالمالتي كولر، الالوان مش طبيعيه، ده مش لون الفندس الطبيعي، لان احنا هنا درجات الالوان بتتحط فوق بعض، فهتحس ان هنا الريتنال نيرف فايبر لاير بخضر اكشلي سيت، يعني هنا الحته دي الريتنال نيرف فايبر لاير ايديمتس بخضر، فاحنا شايفينه. الديسك لونه غامق، اوكي لونه مش بينك. المالتي كولر ايمجينج ما بي دازنت اسس ذا ديسك از ويل از وي وود لايك ات تو، بس في نفس الوقت في بريسيجن، في a more sharp image, a more يعني مثلا احنا شايفين فوبيا almost بالديتيلز بتاعتها، شايفين البلود فيسلز بتاعتها حقيقيه وبيدي ديتيلز اكتر عشان ليزر لايت فالبنتريشن احسن. ده اكزامبل للماشين اللي انا استخدمها. اللي انا عايزه اوريه هنا في الصوره دي هو قد ايه الماشين بتدي بريسيجن، حتى لو يعني انتوا شايفين الدنيا منغمشه شويه لان البيشنت كان عنده ميديا اوباسيتي، فحتى في الميديا اوباسيتي كان ستيل جيت ا لوت اوف داتا، يعني ممكن تشوف كل الليزر سكايز، ممكن تشوف الفوفيا مش بطاله، ممكن نشوف دول الام بي ايز. وبعدين طبعا مش محتاج اقول لكم ان احنا ده كلام البيزك جدا طبعا، ان يعني احنا بنشغل التايمر، بنبص على التايمر واحنا بنصور، وبنقارن الميد فيزز لو هنا دقيقه او 30 ثانيه بالليت فيزز اللي هي 5 دقائق واكتر. اوكي الليكج هنا باين برضو، طبعا حاجات بقى البيزك شويه برضو، والفرق بين الليكج والستيننج، الفرق بين الليكج والستيننج بالبلدي كده هو ان الليكج انا ما بقدرش في الاخر ارسمه، لكن الستيننج انا قادر ارسمه، يعني الحدود باينه واي مارك بالظبط الليزر سكار فين. فده الفرق بين الستيننج في الليت والليكج. البرنت اوت اللي بعت اللي بتبقى مع العيان فيها الكولر ايمج او المالتي كولر على حسب الماشين، بلس او ماينس الفندس اوتو فلوريسنس ايمج، وبعدين بيبقى فيها الايرلي وبيبقى فيها الليت. ودي الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نشوفها في كل عيان تقريبا. ممكن تبقى البرنت اوت 4 ايمجز 6 ايمجز 9 ايمجز زي ما يكون الحد اللي بيصور بيحط لنا الصور اللي فيها الفايندنجز المهم. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها طبعا هو الاو سي تي. الاو سي تي دلوقتي خلاص انديسبنسبل في حياتنا. الاو سي تي اللي موجود في الماركت موجود بتو تكنولوجيز، سواب سورس تكنولوجي والسبكترال دومين تكنولوجي. بدون الدخول في تفاصيل بتاعت الاو سي تي بيشتغل ازاي لان صعب جدا جدا وفي ا لوت اوف فيزكس، بس السواب سورس تكنولوجي فيها البنترنس احسن جدا انتو ذا كورويد. هاويفر الحاجات الجديده في السبكترال دومين كويسه، بس مايند يو ده يعني مثلا الصوره دي بتاعت عيان عندي، العين ده 42 يير اولد، عين ده صغير، فالبنترنس في الميديا حلوه وانت قادر تشوف ديتيلز، يعني برضو في الصورتين تقريبا احنا شايفين retinal details, choroidal details, disc details with vitreous. يعني I hope you can all appreciate the difference between هنا الحتة دي اللي هي premacular bursa اللي هي optically empty والactual vitreous fibrils اللي هنا اللي في الهايلويد نفسه. فطبعا هم comparable جدا في العيانين الصغيرين، الميديا حلوة، لكن أول لما الميديا تبقى أصعب شوية السويب تويز بيبقى أحسن. however ال swab swiss بيقل شوية مع المية، ففي الإديمة وكده بيحصل له scatter شوية، بس ده مش موضوعنا، مش عايزين نزعل حد يعني. so ال الاثنين حقيقي comparable right now on the market. لو هنستخدم بقى التكنولوجي اللي هي السبكترال دومين، كل أجهزة السبكترال دومين في حاجة اسمها Enhanced Depth Imaging. اللي Enhanced Depth Imaging ده زرار بدوس عليه وانا بصور العيان، وده الفرق ما بين الصورة بال
وهي ريتنا والصوره وهي ديبث ايمج. في الانهانس ديبث ايمجنج الفوكس بتاعي هو الار بي اي لاين واللي فوقيه نيورو سنس ريتنا واللي تحتيه الكورويد. ف انا كدينا اي جيت انهانس ديبث ايمجنج everybody. طبعا بتفرق جدا لما تبقى عارف التصاوير اللي انت بتتعامل معاه وعايز توسع الكورويد ولا لا. طبعا يعني مثلا ده patient من patients اللي هم الكرونيك سي اس ار. انا عرفت ازاي, هنتكلم ليه انا بقول عليه كرونيك سي اس ار, بس احنا شايفين الديتيلز بتاعت الاوتر ريتنا. طبعا هنا الاوتر ريتنا is much more uniform, وبعد كده هنا على طول we lose architecture, RPE becomes corrugated, كورو كابيلاريس تحت ال RPE بتبتدي تبقى irregular و thinned out. ولما بقى نعمل enhanced depth imaging you can see ال large choroidal vessels. ال large choroidal vessels يسميهم packy vessels أو thickened vessels. يعني فرق واضح ما بين إن إحنا بنصور رتنا بس ولا بنصور رتنا choroid. Know your pathology علشان you know your machine. طيب البرينت اوت بتاعت الاو سي تي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كل حاجه, وحقيقي بص على كل حاجه ما تفوتش حاجه. يعني هو الماشينز معظمها بتديك صوره يا اما صوره كولر يا اما صوره ريد فري. وات ايفر الصوره اللي هتديها لك ارجوك بص عليها وهديك اكزامبلز قدام. بتدي الماكلر ثيكنس. الماكلر ثيكنس دي بتاعت الاي تي دي ار اس, وطبعا اوبريتور ديبندنت انها تبقى مظبوطه بالظبط على الفوبيا عشان تديني اللي هي السنترال سب فيلد ثيكنس اللي بناء عليها اتبنت معظم الداتا بتاعه الميجر ستاديز واللي دي ار سي ار نتورك. فانا عندي الاي تي دي ار اس الحته اللي في النص دي 1 ملم دايامتر, اند ذن اكبر منها 3 ملم دايامتر, اند ذن اكبر واكبر 6 ملم دايامتر. اوكي ده الافريج ثيكنس بتاعت كل الشبكيه, وده السنترال ثيكنس اوكي في الحته دي بوينت تو بوينت, يعني مش 3 دايمنشن يعني بوينت تو بوينت بس 2 دايمنشن. لكن الرقم ده اللي هو 220 ده 3 دايمنشن الفوليوم, الفوليوم بقى بالكيوب. اوكي نفس الطريقه طبعا ان بوث ايز. بتوريني هنا التوبوجرافيك ماب اللي هي الارتفاع بتاع سطح الشبكيه من ناحيه الاي ال ام, وده ارتفاع سطح الشبكيه من ناحيه الار بي اي. بمعنى لو عيان عنده دروزن هتلاقي الحته دي كلها كورجيت طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله. لو عيان عنده ابريتال ممبرين هتلاقي الاي ال ام هو اللي طالع نازل طالع نازل. فالماكرو ثيكنس دي مهمه جدا بص عليها, والبي سكانز دي اللي بتوريني الديتيلز واتاكد ان هنا الاثنين في الفوبيا. لو الفوبيا مش باينه عندي هنا فوق وتحت يبقى الثيكنس الماب دي مش متسنتره صح على الفوبيا, يبقى الارقام اللي هتيجي هنا بروبلي مش هتبقى اكيوريت. الحاجه الثانيه اللي بتيجي هي الديتيلز بقى البرنت اوت بتاع الديتيلز بتاع الشبكيه. وهنا انا قصدي ان انا اخلي البرنت اوت بالشكل ده علشان اوريك ان هو بيديني الصور اللي هي الاي اي دي اللي هي ريد سوري الانفراريد ايمجنج دي بيبقى فيها ديتيلز شويه هبص عليها واتاكد ان الخط ماشي كده صح ماشي في الفوبيا. اشوف بقى الخط هنا اللي ماشي تمبرال نيزل بيبص على ايه. مثلا ده عيان juxtafoveal telangiectasia. Juxtafoveal telangiectasia is a neurodegenerative disease that affects the outer retinal layers. Okay, وبتبتدي temporal وبتشد. هما مش مفهوم هي بتبتدي vascular ولا بتبتدي neuro, بس basically هي بتشد ال neuroretinal tissue into downwards towards ال RPE بالشكل ده, معاها RPE atrophy وشوية cavitations. اوكي ده بس شرح للديزيز انتيتي يعني بالمره. فالانفراريد ايمج مهمه ابص فيها وهي اللي هتجايدني وانا باخد الصور, وانا باخد صور العيان ابص على ايه. لو في اي ليجن في اي حته اي سكان ات اي جو تو ذا ليجن اند اي سكان. نيجي بقى للاو سي تي انجيوجرافي. الاو سي تي انجيوجرافي بيشتغل ازاي؟ بيسكلي بالطريقه مبسطه جدا الاو سي تي انجيوجرافي بيشتغل بان هو بياخد صور كتير لنفس الحته وبيلغي اي حته اي حاجه في الصور دي ستاتيك وبيورينا بس الحاجات المتحركه. فعشان كده هو بيشوف بس البلود فيسل. لما بيديك البرنت اوت بيديك البرنت اوت في كذا حاجه, تعال نمشي فيهم واحده واحده.
اول حاجه دي الانجيو فلو، ده شويه الفوكابلري بقى الجديد اللي نزل مع الانترودكشن بتاع الاوستيان جوبر، كان 3 4 سنين كده بنتكلم في الكلام ده. اول حاجه اسمها الانجيو فلو اللي هو الكابيلاريز بتاعه الشبكيه، اند ذن اللي هي سو الشبكيه فيها ثلاثه كابيلاري بلاكسيسز، يعني تسهيلا للامور احنا هنتكلم في اثنين بس، سوبرفيشال وديب كابيلاري بلاكسيسز، والفاز باين جدا. اند ذن بعد كده الحته دي اللي هي الايفاسكولار ار بي اي لاير، المفروض تبقى كومبليتلي ايفاسكولار، الار بي اي از ايفاسكولار. اند ذن هنا ده الكوريو كابيلاريز اللي معاها بيديني حاجه اسمها الانفاس ايمجينج. اوكي الانفاس ايمجينج اللي احنا شايفينه ده، ده كاني ببص على الشبكيه، اند ذن كاني ببحث الشبكيه بالعدسه 90، بس بياخد لاير لاير بيقشرها كده، دايما نقول زي البسطرمه لاير 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 لاير. مش هيبان يعني في عيان زي ده احنا مش حاسين بتاثير الانفاس قوي، يعني مش حاسين ان احنا شايفين حاجه، بس لما تيجي المرحله اللي حته الار بي اي هتشوف بقى، تشوف الليجن اهي اوكي جين كبيره شويه، وبعدين هتلاقي في الكوريو كابيلاريس هنا الاركيتكتشر از كويت ايرجولر، ولما تروح للفلو هتلاقي هنا في بلاد فيسلز اب نورمال اللي هي طلعت لفوق زقت الاي بي اي وظهرت از نيو فاسكولاريزيشن عند الليفل بتاع الاي بي اي. معاها بيديك البي سكان، البي سكان كلمه بي سكان احنا متعودين انها معناها الترا ساوند، لا في الـ في الـ في الـ في الجارجون بتاع في الفوكابولري بتاع الاو سي تي احنا عندنا اي سكانز دي مش بنشوفها خالص وعمرها ما بتطلع لنا، او يعني مش موضوعنا خالص. البي سكان اللي هي اللي بتطلع برنت اوت دي بنسميها البي سكان، اللي هي دي بنسميها البي سكان اوكي. والسي سكان، السي سكان اللي هي دي الانفاس اللي هي الستركتشر، فكلمه سي سكان معناها انفاس معناها الستركتشر بتاع الشبكيه اند اون، والبي سكان معناها الكات سكشن اوكي. طيب انا بس هاكنولج هنا المستشفى الوطني اللي المكان اللي انا بشتغل فيه واللي انا بعمل فيه كل الايمجز فروم ذس بوينت فورورد، الايمجز اللي انا عاملاها دي في المستشفى في الوطن اوكي. اتكلم على حاجه حاجه، بسم الله كان في الدايباتيك ريتينوباثي من اكبر الحاجات ومن اصعب الحاجات، وهنتكلم في الماكيلوباثي برضه. طيب اول حاجه عايزه انا مفيش حاجه اسمها عيان فيرسي في دايبيتس ما تبصش على البريفري بتاعه، احنا بنبص على البريفري يا اما بيبقى عندنا حاجه اسمها وايد فيلد انجيوغرافي اللي هي الاجهزه الكبيره الجديده قوي الاوبتوس وكده، دي اللي موجوده في بعض الاماكن في مصر مش كتير بس موجوده، فإما بنتكلم في الوايد فيلد انجيوغرافي يا اما بنعمل نايت فيلد ايمجز وبناخد ليها مونتاج. احنا بنعمل ايه عاده؟ عاده بنشوف العدسه بتاعتنا 50 الانجل بتاعها 50 ديجريز 50 ديجريز، فبناخد السنتر وبعدين بناخد 1 نيزل 2 تمبرال 1 ابر تمبرال 1 ابر نيزل 1 لوور تمبرال 1 لوور نيزل، نعمل منها المونتاج هوريكم ازاي. بس عايز اقول حاجه لبعض الناس اللي بتقرا كلام في الكتب وبعدين بتبقى حاسه ان هي مش بتشوفه، كل حاجه موجوده في الباثولوجي بتاع الدايبتيك ريتينوباثي بتشاف every single thing. يعني مثلا لما تيجي يقول لك ايه فازي ليكج او بروفيوز ليكج، يعني ايه؟ يعني مثلا ده عيان دايبتيك طبعا واضح وعنده ديسكليشن اوف ذا ديسك، العيان ده هنا في الاول في اول الانجيوجرام انت شايف الداي ماشيه جوه البلاد فيسل، اند ذن ات سام بوينت الداي بتخرج بره البلاد فيسل، يعني احنا شايفين شادو للبلاد فيسل، هو ده الفازي ليكج اللي احنا مش عارفين نمسكه، هو ده البروفيوز ليكج اللي هو الداي بتخرج بره البلاد فيسل. طب يعني ايه كابيلي دروب اوت؟ كابيلي دروب اوت زي ما احنا شايفين بقى، يعني احنا كل الحته دي ما فيهاش ولا كابيلاريا واحده فيلنج، ولا هنا ولا هنا، الباك جراوند الهمشه دي اللي هي دي الكابيلاريز اللي بتملى، لكن لما تبص هنا ما فيش، ده من هنا للكرويد على طول. ان فاكت سم اوف ذا ارتريز كمان البلاد فيسل وقف فيهم بروند خالص، والبلاد سبلاي وقف فيهم، دي كلمه كابيلاري دروب اوت. الكلمه الثانيه مثلا زي البينيس بيتنج اعتقد باينه هنا، سموها البيتنج او الساسجنج اللي هي برضو بتدل على progressive ischemia of the retina. برضو الحاجات اللي موجودة في الكتب actually يعني بتتشاف. عنده برضو عنده حاجة كمان مش كاتباها هنا، عنده systoid macular leakage هي عاملة زي الوردة، بنتكلم أكتر في الكلام ده كله.
دكتور وائل عندنا اي اسئله سوفا؟ احنا لغايه دلوقتي لا مفيش اسئله، الناس ماشيه كويس معانا يعني. اوكي طيب، فاحنا هنتكلم مثلا في عيان تايب 1 دايابيتس، نتفرج على هو ده اللي انا بحاول اقوله لكم في المونتاج، يعني انا لو انا اخدت بس الحته اللي في النص هخسر كل الكابيلري دروب اوت اللي بره ده، مش هقدر اشوفه. اه انا متاكد ان في كابيلري دروب اوت علشان انا عندي كل نيو فاسكولاريزيشن، بس الدايابيتس از باي ديفينيشن ا ديزيز اوف ذا ميد بريفري، فانا ما اقدرش ما ابصش على الميد بريفري اوف ذا ريتنا. فده ده اللي الاجهزه الحديثه بتعمله، ان هي ان احنا بناخد الصور دي والاجهزه دي مونتاج them together into one big picture like that. طبعا العيان ده عنده NBDs, NBEs, periodontal hemorrhage, some breakthrough interventional hemorrhage, وهنا اللي هو المنظر البوت شيب ده بتاع periodontal hemorrhage. كذلك في العين الثانيه عنده NBDs. طبعا you are allowed شويه mistakes مع الـ لما الصور تيجي تركب على بعض بيحصل شويه دبلنج للبسز وكده، وده باي فيرتشو اوف ذا كونكافيتي اوف ذا اي، وده حاجه ليها دعوه بالاوبتكس، فدي حاجه عاديه. طبعا برضو عايزه بوينت اوت البريسيجن اللي احنا شايفين بيه النيو فاسكولاريزيشن هنا وهنا. الاو سي تي بقى بتاع العيان ده، الاو سي تي بتاع العيان ده الضوء الماكلة كويسه وما فيهاش إديمة، بس احنا شايفين هنا البريراتال هامج، شايفين النقط بتاعت البريراتال هامج، شايفين البوستيريور هايلويد انكمبليتلي ديتاتشد، شايفين هنا البريراتال هامج ده هو التيك، وهنا البريراتال هامج دوتس 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 دوتس. كذلك الناحيه الثانيه بقى نوت سو ماتش، الناحيه الثانيه فيها البوستيريور هايلويد بارشلي ديتاتشد، طالع دي هنا ده النيزل سايد طبعا، اوكي بارشلي ديتاتشد طالع عليه البي ديز، اوكي ده بالظبط زي الكلام اللي بتقروه في الكتب، اللي هو بقى السكافولدنج بتاع النيو فاسكولاريزيشن على البوستيرير هايلويد ومع بعض من البرود تراكشن على الماكينة. اوكي عايزه بس بوينت اوت كلمه صغيره، ده دي صوره معموله بالاي دي اي، دي صوره مش معموله بالاي دي اي، ده ريتنا مينلي. احنا شايفين الكورويد، بس هنا الكورويد از ماتش مور ديتيل. صوره كمان أعتقد إن أنا مش محتاجة أتكلم على كمية الإسكيميا اللي في العيان ده. أوكي هنا شايفين البلد فيسلز ده مش لونها الطبيعي، يعني البلد فيسلز جاست بيبقوا on examination sheet white means it goes vessels that ده مش لون طبيعي، ده greenish شوية بسبب المالتي كولر. شايفين كمية الإكستنسيف capillary drop out اللي في العين ده everywhere تقريبا even reaching up to the posterior pole. ولما ناخد السويبس العين ده معمول له شويه سكاتر ليزر، مش كتير مش كفايه، والدليل ان انا طلع عندي نيو فاسكولاريزيشن at the disc. في حته زي التمبرال ما مش معلهاش ليزر all together، وفي الليت فريمز في staining بتاع البلود فيسلز او البيدنج اللي احنا بنقول عليه مع ليكج من النيو فاسكولاريزيشن ات ذا ديسك، not so much leakage because this is what we call a burnt out PDR، يعني it's like the retina burns itself out من كتر الاسكيميا. العيان شايفين بقى في المونتي كارلو بيورينا السيس حلو جدا، but not so much leakage في السيس في الليت فريمز. تعمل بقى الاو سي تي شوف ماسيف إديما لوكس كرونيك. طب انا عرفت ازاي؟ لان الإديما وصلت اوتر ريتينال، ده اول حاجه. تاني حاجه ان الاي بي اي لاير از كومبليتلي الاي بي اي لايرز كلها صراحه تند اوت بطريقه واضحه يعني. طب نيجي نتكلم على العين الثانيه، العين الثانيه برضو نفس الكلام تقريبا، بس ما فيهاش نيو فاسكولاريزيشن، فيها الحته الصغيره زي الديسك صغيرة قوي برضو again burnt out almost completely. الليكج في السيس مش كتير بس باين، شايفين البريسيجن، شايفين الديتيلز حلوة ازاي. and then برضو لما نعمل OCT نشوف ال big cysts irregular borders molar fibers كلها broken ال outer retinal layers كلها thin. طيب العيان ده برضو بقى نبص بقى للحاجه الثانيه اللي احنا دايما اتكلمنا عليها اللي هي الماب. انا لما بيبقى عندي الماب بتجيب لي الريفرنس، يعني اول مره العيان ده اتشاف كان في شهر 4، اوكي ده العيان اخذ 3 حقنات، وصلنا لشهر 6، اوكي اند
ده الفرق، ده الفرق ما بين هنا وهنا. الفرق هو الجهاز بيحسبه، وده الفرق اللي حصل في السنتر. لما نيجي بقى يعني احنا كده خلاص الحمد لله شاورنا، انبسطنا جدا لان العيان الماكينه بتاعته درايد وكل حاجه، بس ما تبص على الديتيلز في البي سكانز. عشان كده بقول ان احنا بنبص على كل حاجه، بنبص على الماكينه وبنبص على البي سكانز، والبي سكانز مش كفايه، ولا الماكينه تكنس كفايه. ما انا لو ماكينه تكنس الحمد لله الدنيا كويسه، شوف ما فيش اي اديمه، الدنيا حلوه، بس بص على البي سكان. You can appreciate that يعني من هذه النقطة لهذه النقطة there's no photoreceptors. مفيش photoreceptors. الفيجن visual improvement was not that good. يعني عند عندي العين اليمين كانت 0.4 0.5 يعني 0.6 مثلا. That's it. patient yes احنا نتكلم على العين ونقول له the retina dried out, بس actually you can appreciate كمان هنا the amount of ischemia that's happening to the inner retinal layers. فالحقيقة الاثنين بيكملوا بعض، بنبص على الثيكنس وبنبص على البي سكانز والديتيلز اوف ريتنا. طب نيجي بقى للاو سي تي انجيوغرافي، عشان ده السؤال اللي كل الناس بتسال عنه، الرول بتاعت الاو سي تي انجيوغرافي في الدايابيتك ايز. سو فار الاو سي تي انجيوغرافي بيوصل ل يعني دي صور دي 6 مللي في 6 مللي مونتاج على بعض بيوصل ل 12 مللي، يعني يقول تقريبا دبل الصوره دي، يعني هنقول تقريبا اقل من posterior pore، يعني برضه disco macula وشويه blood vessels شويه من temporal فوق وتحت. الماشين اللي انا بستعملها بتعمل 6 ملم مونتاج، وانا جايبه الفرق ما بين الفلوريسين والاو سي تي انجيوغرافي عشان نبين الفرق في detection of الاسكيم. yes granted الاو سي تي انجيوغرافي بيدي صوره هايله، بس احنا you can see ان ال الاوستين جيوغرافي ما شافش ال البي ديز، فهو ليه شورت كومينجز سمتايمز في اللو فلو. اللو فلو ليجنز مش بيشوف الفلو بتاع الجاد بسط، مش بيديتكت الباثولوجي كامل. however طبعا we can appreciate the amount of ischemia that's happening in the macula in both eyes. in okay فانت لو if you missed the early frames في الفلوريسين، الOCT angiography is your guide. لأن هو هيوريك الأمونت أوف إسكيميا regardless of leakage. يعني it's not dye dependent. مش بيوري يعني عمر ما مش بس not dye dependent، فعمر ما هيحصل unmasking للإسكيميا بتاعت المكان. نتكلم بقى في الرول of OCT angiography في الديابيتكس. لاين type 1 diabetes شايف 1 عين، شايف 1 عين زي الفل. اوكي زي مشتكي شايف 1 اونس، بيقولوا الكواليتي بتاعت الصوره مش حلوه، بعدين ده عيان تايب 1 يعني عيان صغير. هنا بقى الرول بتاع الاو سي تي انجيوغرافي ممكن يبقى مفيد شويه. ليه؟ لان احنا هنا وي كان ابريشيت ان الماكيلا از بروكن، الفاز از بروكن، الفاز از انلارجد نيزلي، وفي بلاد فيسلز كروسنج ذا سنتر اوف ذا فاز. الحاجات دي كلها مش باينه بالكولرد ايمج. برضو a lot of details are happening هنا برضو في الاو سي تي انجيوغرافي. دي صوره معبره. الصورة اللي احلى بقى ان احنا لما عملنا للعيان ده فلوريسين انجيوغرافي، فلوريسين انجيوغرافي انا لو بصيت له كده اقول الفاز مش وحش، يعني اقول الفاز از اوكي. لما يو بريك داون الفاز ده للسوبرفيشال والديب، هنقدر نابريشيت ذا اماونت اوف دامج از هابينج نيزلي وتمبرلي كمان. اوكي في هنا في السوبرفيشال وفي الديب كابيلريز اون ذا نيزل سايد، ودي البلاد فيسلز الكروسنج الفاز. كذلك برضو في العين الثانية. although patient ده شايف 1 بس he's symptomatic. But this is why the patient is symptomatic. هنا شوية حاجات الصغيرة دي هي بتفرق الفلوريسين انجيوغرافي من الاو سي تي انجيوغرافي. mind you بقى هتلاحظ ان الانريزز مش بتبان. الانريزز بتبان اكتر في الدايبيز انجيوغرافي عن الاو سي تي انجيوغرافي. ليه؟ علشان الفلو، لان لما بيبقى الفلو قليل داخل المايك داخل اي ستراكشر مايكرو انريزم او اي اذر ستراكشر ما بيبانش في الاوستيان جيوغرافي. طب احنا دلوقتي بنحاول نلاقي نفهم الاوستيان جيوغرافي اكتر، ففي بيبرز طلعت كتير بتفكر في ايه ان احنا وان وي سيجمنت الكابيلز دي للسوبرفيشال والديب بنكسب ايه.
قال لك ان السوبرفيشال كابيلاري باتسس واز فاوند تو بي تو كوريليت مور وذ ذا بروجريشن اوف ذا دايابيتيك ماكيولار إديم. بمعنى ان انا the more ischemic the superficial capillary plexus the more likely ان البيشنت هيجي له دايابيتيك ماكيولار إديم. عندنا تفسير لا دي كوريليشنز بس. لما نيجي للديب كابيلاري باكسس لقوا ان الديب كابيلاري باكسس اسكيميا كوريليتس للبروجريشن اوف دايابيتيك ريتينوبتي بره في الميد بريفري. This is برضو related to the amount of ischemia that happens. يبقى الامونت اوف ischemia اللي بتحصل على الديب كابيلاري باكسس في الفوبيا بترفلكت او بتكوريليت كويس مع الامونت اوف ischemia that is happening في الميد بريفري. طيب another patient انا عندها برضو type 1 diabetic young who's thinking 38 عامل PRP وعامل حقن ثلاث مرات وعين check point 7. حد عنده أي اعتراض لعين ده؟ Any questions؟ فيش؟ عين شكله حلو. مالك الدكتورة دي أنا مستغربة ليه؟ أنا مستغربة عشان المنظر ده. أنا مستغربة علشان البلد باسل ده. احنا اتفقنا ان البلد باسل بالباتش بلونها الطبيعي بس لما نقارن البلد باسل ده بالبلد باسل اللي جنبه لا. لونه متغير. فلما عملنا OCT على الحتة دي لقينا برضو في حاجة مش طبيعية بتحصل هنا. I hope you can all appreciate the structure بتاع الميدل والinner retinal layers فجأة thinned out completely. Thinned. This is thinning. يعني أنا لما أشوف العين ده واجي أكتب تقرير أقول خلاص الماكلة دراي أنا مبسوط أوي بس هي الماكلة مش اولا عايز شايف بوينت 7 طب ليه شايف بوينت 7 ده اول سؤال دي اللي هو الصوت مره واحده بقى له كده بين كده اوكي يبقى العيان ده العيان يونج شايف بوينت 7 بس انا ممكن اشوف ان الماكله دي دراي وحلوه جدا وكل حاجه بس هي اكتشلي دراي بس هي مش حلوه لان في هنا التيننج اللي حاصل في الميدل ريتينال لايرز. لما نعمل اوستي انجيوغرافي للعيان ده هنشوف ان في هنا abnormal loss of blood vessels في الحته هي اللي كورسبوندينج للثيننج اللي حاصل في النيوروسنسري ريتنا. واكتشلي بقى الاحلى من كده ان احنا علشان المالتي كولر ايمجينج وفي ناس ما بتحبش المالتي كولر ايمجينج خالص انا من الناس اللي بحبه هو it can actually delineate الحته الاسكيميك الحته اللي حصل فيها thinned out ريتنا is actually well delineated well corresponded مع OCT angiography وده ال IR عليها انت كان appreciate ان هي شكلها مثل drop كده ده ايه ده حصل ischemia ده cellulatural artery occlusion ده اللي حصل ان في cellulatural artery occlusion في عيانين ال diabetics is common حصل cellulatural artery occlusion وعليه العيان شايف 0.7. طب انا لو ما عنديش بقى كل الداتا دي ايه الكلو بتاعي؟ الكلو بتاعي هو الثيكنس ماب يا جماعه. الثيكنس ماب كورليتنج جدا مع الاماونت اوف اسكيميا. فانا لو لقيت في الثيكنس ماب بتاعتي حته ثيند اوت انا مش فاهم هي ليه ثيند اوت لازم ادور عليها. وابقى غلطان لو ما دورتش عليها ادور هو ليه الحته دي ثيند اوت يا جماعه؟ ايه هل فيها اسكيميا؟ هل فيها هنشوف اسباب ثانيه ليه بيحصل ثيننج اوت في الماب. الماب دي مهمه جدا بص عليها سنتر كويس على الفوبيا هتلاقي هتلاقي السبب يعني تاخد بعد كده بي سكانز او تاخد اوستي انجيوغرافي اف اتس افيلبل وهتلاقي السبب. طب ايه اللي نعرفه عن السيلولار ارتي اوكلوجن على الاوستي انجيوغرافي؟ احنا عارفين ان هو بيعمل استيم اكتر في الديب كابيلاري باكسس وان هو بيفتح ترانجكتات سيركيليشن عشان يعوض الاماونت اوف اسكيميا اللي حصل. فالسوبرفيشال والديب ريتينال كابيلاريز بتغذي الحتت اللي حصل فيها اسكيميا تاني. هاويفر الدامج از دان للبيشنت سيف بوينت 7. Another patient بنفس الطريقة تقريبا برضو diabetic patient الماكلة أنا ده الشكل السكان بتاعتي جاية inferior superior برضو هنا أنا حاسة إن inferior retina is abnormal فيها هنا حتة تند وهنا فيها حتة تند على الفوبيا بالظبط. شايفين كمان الحتة دي ما فيهاش تقريبا blood vessels كتير وده الشكل اللي احنا بنسميه featureless retina. فيتشرلس ريتنا الكلمه هتلاقيها موجوده في الكتب بمعنى ايه؟ معنى ريتنا الاسكيميا. فيتشرلس ريتنا اللي هي ما فيهاش التجرويد ابييرنس دي بتبقى ريتنا اسكيميك. طب تعالوا نشوف بقى الشكل ده هيكورليت ازاي مع الاوستي انجيوغرافي. ده الشكل فده الاماونت اوف اسكيميا اللي احنا بنشوفها
اوكي، وبيحصل حاجه اسمها بروننج للبلاد فيسلز. البلاد فيسلز دي كلها بتتقصقص كده زي الشجر، فبيحصل بروننج للبلاد فيسلز اللي حوالين الكابيلري دروب اوت. اوكي، وطبعا باينه لما تاخدها بقى فلايرز، لما تاخدها فلايرز السوبرفيشال والديبلكسس، يو سي ذا اماونت اوف تشينج اللي حاصله على الليفلز بتاعه ال بوث بلكسسيز. الجدير بالذكر هنا ان انا لما هاجي ابص على البي سكان بتاعت الاو سي تي، احنا خلاص فهمنا يعني ايه بي سكان. لما هاجي ابص لها اقول دراي ريتنا، الحمد لله عين دراي. اي يا جماعه بس العين مش شايف، عين سيمتوماتيك. يس، ده السيجنيفيكانت اسكيميا. الاسكيميا هنا باينه جدا على الفلوسين انجيوغرافي، يعني احلف عليها فلوسين انجيوغرافي، وبرده باينه على الاو سي تي انجيوغرافي. هنا ادجمنت بصراحه مش نيسيسيتي يعني، بس انا برده لما بشوف البي سكان وبشوف الاماونت اوف وات وي كول انجلها دريل او ديس اورجانيزد ريتينال لايرز هنا في الحته دي، اند الحته دي فيها كومبليت ثيننج اوف ذا انر ريتينال لايرز اللي هي الحته الانفيرير دي، لان السكان جاي كده انفيرير سوبيرير، بتكوريليت كويس جدا مع الحته اللي الفاز فيها بروكن. اي اسئله دكتور وائل؟ في شويه اسئله صغنونه كده سريعه. في سؤال انا هطرحه لك على الشاشه، هو بصي تشوفيه. Why ischemia starts in deep capillary plexus first؟ So الموضوع الديب كابيلري بلكسس كانوا اتكلموا فيه لعده، ان هي it's a watershed area، يعني حته ال vulnerable شويه بسبب turbulence بتاع blood vessels، و فقال ان هي it's a bit vulnerable area of retina، وعشان كده بتصيبها الاول الاسكيميا. حاجه ليها علاقه بترتيب البلاد فيسلز في الريتنا، عشان كده بيحصل فيها البام اكتر. هنتكلم في البام. تمام. في سؤال تاني كان بيسال ال superficial capillary plexus ischemia correlates with what in diabetic macular edema you use density. لا، دي كانت observation study، يعني انا مثلا جبت كل العيانين وشفت، كانت observation study ان احنا جبنا العيانين وتابعناهم، والعيان اللي كان عنده ischemia في superficial capillary plexus developed DME. ليه؟ كلها postulations، مفيش حاجة كده. لا، ال density maps صح، السؤال ده كويس، لان ال OCT angiography بيطلع density map. yes، هما they use density maps، لان هما بياخدوا مابس دي وعملوا لهم بيعملوا سكاتنايزيشن بره في ابلكيشنز ثانيه، واكوردنج تو الاماونت اوف اسكيميا دي كوريت مال دايابيتيك ماكل اديما. بس ده مش كوميرشال افيلبل يعني. اي ثينك السؤال ده مكرر، بس هو كان بيزعق بس شويه، هعمله بالكابيتال عشان بس ما سالوش مكرر. ربنا انت فوت بس عامله كابيتال كانه بيزعق. اوكي دكتور فواز، جاوبنا على السؤال ده. So we can go back. Yes. Okay. أنا بيضحك معاك دكتور فواز، هو بس this is the meaning of writing in capital is لأن ما تزعل لحد بتكتب له بالكابيتال. Okay. تفضلي يا دكتورة دينا. دكتورة دينا أنت you froze تقريبا. سمعاني؟ بترس باي ذا نيوكليير لاير، والسنسر سفير تكنس بتاع العيان ده 312 سوري. ده اكوردنج تو اور ستاديز هيقول لك ده اديما. طب يلا انجكت. طب العيان شايف 0.8، يعني تعالوا نشوف العيان ده جوت انجكتد. العيان ده الحمد لله بقى من 312 ل 290. يو ريلي ثينك ان دي كانت اديما؟ انا اي داوت ات. اللي انا شايفاه ان في فيري ثين ابريتال ممبرين سلاش توت هايلويد، عامل شويه تراكشن، يعني العيان ده هو كده كده شايف 0.8، فاحنا ما كسبناش من الانجكشن. واكشلي البروتوكول اي من دي ار سي ار قال ان العيان لما يبقى الفيجن بتاعه كويس، وحتى لو عنده سنتر انفولفمنت ماكرو اديما، العيان ده ما عندوش سنتر انفولفمنت ماكرو اديما، يو كان ويت الفيجن ستيبل اب تو 2 ييرز اوف فولو اب. نتكلم في البايو ماركرز بتاعت الاو سي تي، وكلمه بايو ماركرز دي كلمه بتظهر بقى كتير جدا في الليترشر دلوقتي، اللي هي يعني ايه بايو ماركر؟ يعني الفوت برينت بتاعت الديزيز، او الديزيز بيسيب ايه شكل. بيعرفنا ايه في الاو سي تي، بنعرف ايه عن البروجنوزز بتاعت المرض. ده عيان
اوكي دايبيتك عادي صح. طبعا احنا وي كان تيل باي اكزامينشن ان العيان ده عنده بروجريسيف اسكيميا. طب انا عرفت ازاي؟ شفت الكلام اللي هو البيزك قوي اللي هو الفينز ار انجورجد, بيحصل ديستورشن اوف ذا اوف ذا ارتيريال فينس ريشيو, بيحصل اكسوديشن, بيحصل مالتيبل كوتن وول سبوتس معاهم سوبرفيشال ريتال هيمريدج. الكوتن وول سبوتس والسوبرفيشال ريتال هيمريدج دول بيشاوروا اكتر انتو ذا هايبرتنسيف فاسكولار تشينج. فالهايبرتنشن بي اوجمنت الاسكيميك تشينجز اللي بتحصل في الـ في الدايبيتس. anyway العيان ده عنده دبل باثولوجي ذات ار فيري بور فور بروجنوسيس. ف وهنا في ثيكنينج وهنا في ثيكنينج, تو ماتش از هابينج. طيب تعالوا نتكلم في العيان ده. العيان ده عنده سيست اهي اوكي رايت ان ذا فوبيا اوكي, وعنده هنا هارد اكزيتس في الفوبيا وجنبها ديس اورجنايزد ريتال لايرز, دي صور اكبر شويه. انا السيست دي سيست دي, هل دي شكلها السيست الحلوه الطبيعيه اللي انا عايزه احقنها؟ The answer is no. السيست دي confluent والأجز بتاعتها irregular وفيها ما يسمى بالهايبر ريفلكتيف دوتس والكونتنت بتاعها تربت. كل الحاجات دي بتقول لي ان السيست دي they've been sitting here for some time, ان هم chronic وان البروجنوزز بتاعهم مش هيبقى زي ما انا عايزه. نيجي بقى للناحيه الثانيه, العين الثانيه. العين الثانيه فيها المنظر السيست ده اللي هو thick walled cyst معاه disorganized. هي بيسيكلي الريتنال لايرز دي لوز ذا اورجانيزيشن وفجاه دي كونفلوينت انتو حته كده هايبر ريفلكتيف في نص الشبكيه. طيب يعني جايه كده تشو غير مفهوم, بدل ما كان عندي سيجمنتيشن كويسه اوف ذا نيوكليير لاير بلاكسيفورم نيوكليير جانجليان سيل خلاص انا مبسوط كل حاجه, لا فجاه تروح هوب الحته اللي في النص دي تحولت الى امالجم اوف هايبر ريفلكتيف تيشو. ال الدرين ده ممكن يحصل في السنتر اوف ذا فوبيا, ممكن يحصل في البيريفيري. لا ان the more central the less the visual prognosis. دي حاجه. تاني حاجه ان هو the more the increase in size of the drill the worse for the visual prognosis قدام. الحاجه الثانيه برضو اللي بنشوفها في الدايبيتس ده عيان تايب 2 دايابيتك الفيجن 3.7 عنده الشكل ده. الشكل ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان البوستيريور هايلويد نازل, اللي هما الناس بتوع جراحة الشبكية سموه السيجال, اللي هو البوستيريور هايلويد ديتاتشت وفضل حتة كده persistent attachment على الفوبيا وهي دي اللي شدة عاملة الشكل ده, ومعاه سيست صح؟ دي سيستك قديمة كل حاجة, بس مع جوه السيست دي تاني اسمها هايبر ريفلكتيف فوساي. الهايبر ريفلكتيف فوساي دي برضو حاجه من الحاجات اللي اتكتبت جديد في الليترشر, وبتقول البوستوليشن بتاعتها ان ده انفلاميشن بيحصل جوه الشبكيه. الهايبر ريفلكتيف فوساي دول sometimes بيبقوا موجودين انسايد ذا ريتنا زي ما بنشوف الدايبيتس وزي ما بنشوف ساعات في الانتر اوكلر انفلاميشن, sometimes برضو بنشوفهم ساعات في الكوريو كابيلاريس في السب اي بي اي كده في اليوبيايت. فالهايبرفكتيف فوساي دول are postulated to be dead motor cells في inside the retina, وفي الحتة الكوبويد بيقولوا دي migrating inflammatory cells قاعدة جوه الشبكين. however برضو بنفس الطريقة السيس هنا irregular وفيها turbid content والwalls بتاعتها shaggy وhyperreflective, كل ده prognosis وفي نفس الوقت بيقول inflammation. الفرق ازاي بين الهايبر ريفلكتيف فوساي والاكسوديتس؟ الاكسوديتس دي ليبيدز. I'm not saying ان الاكسوديتس carry a better prognosis, لا خالص, هما الاثنين the prognosis are not good, but اعرفهم ازاي؟ اعرفهم بان الليبيدز are more yellow on examination. الهايبر ريفلكتيف فوساي دول ممكن ما تشوفوش خالص by clinical examination, دي حاجه. تاني حاجه ان الليبيدز بتعمل shadowing تحتها all the way to the RPE and the choroid. برضو another patient, يعني patient ده يعني هل اتخيل ان في اي prognosis هنا؟
البروجنوزس سيء للغايه، السيس كبيره وكونفلوينت وهايبر ريفلكتيف والار بي اي كومبليتلي لوست هنا هو والاوفرلاين فوتو ريسبتورز لدرجه ان هو عامل باك سكاترينج عالي وانا شايفه الكرويت كويس. فا اجين فيري بور بروجنوزس، حتى لما اوصل لاناتوميكال سكسس في عيان زي ده البروجنوزس مش هيبقى زي ما انا عايز. Another patient ده type 1 diabetic برضو بس الفيجن هنا 0.3. هو دي صورة باينة جدا فيها السيستود ماكل الإنزيمة الحلوة، دي معمولة بالوايت لايت يا جماعة، دي مش معمولة بالليزر لايت مش بالمالتي كولر، لا ده الكولر فوندس عادي. وهنا في سيستود ماكل الإنزيمة جميلة جدا شوية ايه ميد بيرفيرال كابيلاري دروب اوت. اوكي ده منظر الإسكيميا في الأرلي في الأرلي بيرسين ميد فريمز اكشلي مش أرلي. وده شكل السيستس السيستس محتاجة توصيل الكهرباء؟ لا مش محتاجة، عايز يريستارت، هقول له يستارت تونايت ما اعرفش امتى بس ربنا يستر. السيستس كبيرة والمونو سيلز كلها ستريتشد اوت والكونتنت توربيد، والعيان ده اخد ثلاث حقنات اتحسن نوت سو ماتش، والفيجن برضه ما اتحسنش از ماتش. But these are the biomarkers of the OCT. عندنا أسئلة ولا ندخل في اللي بعده؟ عندنا كومنت واحد بس إن الصوت مش واضح شوية بس يعني. أوكي مش ده أنا بتكلم بصوت هادي شوية. أبتدي أعلي صوتي؟ أعلي صوتي زي ما أنت عايز. طيب خلاص أوكي. أوكي أي أسئلة في الدايبيتس يا جماعة؟ أنا بتكلم بس في الإيميجينج والبيوماركرز، أنا مش بتكلم في التريتمنت ولا البروتوكولز. عندنا اسئله دكتور وائل؟ احنا لغايه دلوقتي ماشيين كويس قوي. حضرتك حبيت الشبكيه؟ ده انا الشبكيه دي حياتي. طيب حلو، انا بموت في الشبكيه، هو تشو صعب بس بحبه. طيب نتكلم في الفاسكولار اوكلوجنز بسرعه، انا مش هتكلم في اللي احنا عارفينه، انا هتكلم في اللي احنا ما نعرفوش. اوكي هتكلم يعني مثلا احنا كلنا شفنا سنترال ارتري اوكلوجن في حياتنا كتير. التصور ان احنا لما هنعمل في السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن فلوريسين وان احنا مش نشوف داي فيلينج الريتينال ارتريولز تصور مش صح قوي. لا بنشوف الريتينال ارتريولز they fill لنا بس ريتينالايزيشن اوف الاوكلودد بس. ده عيان عنده التشيري ريد سبوت اهي حواليها الريتينا اسكيميك واوبيك. و I hope you understand للشباب اللي هيدخل امتحانات وكده وبتاع يعني ايه opacity of the retina. يعني مثلا الصورة دي excuse me معبرة جدا لان هي ال retina هنا انت حاسس انها thickened ومش شفافة. فإذا كنت الحتة دي انا شايفة الكورويد، انا الحتة دي انا مش شايفة الكورويد خالص. And I hope you guys can appreciate اللي انا بقوله. كل حته صغيره كده في الصوره نقعد نتفرج عليها عشان احنا عارفين ومتاكدين السنترال ريتينال ارتري فنتعلم فيه ونعرف يعني ايه اوبيك ريتنا. يعني لو الريتنا ترانسبيرنت هنا الريتنا اوبيك ومش قادر اشوف الكرويد اللي تحتها، طيب هيحصل ايه هنا؟ هيحصل كابيلاري دروب سوري ريتينال ارتريولر دروب اوت، وعليه في الاخر خالص بيبتدي في بس again بيحصل staining للblood vessels، بيحصل منهم leakage. بيجي بقى هنا دي بيحصل ان الـ OCT يبقى شكله كده ان هو كله hyper reflective، مش باين اي segmentation of the layers. ده شكل الـ complete infarction of the retina. اوكي وده مش ده طبعا احنا مش محتاجين نقول ده مش إديما خالص، ده infarction of the retina. infarction of the retina edematous بس ده مش إديما. الحاجة العيان التاني بقى اللي كنا شفناه في الأول خالص وجبته دلوقتي ده اللي هو البرانش retinal artery occlusion. الريتينال artery الريتينال arteriolز عموما الناس اللي بتصور عارفة إن احنا ما بنلحقش نشوفهم بيفل، يعني كلهم بيفل in one heart beat ما بتلحقش تشوفهم. بس علشان واحد من الارتريولز يفضل it doesn't fill ده مش طبيعي، وهو ده ال artery occlusion البرانشز. حتى لو في اوله fill it doesn't reach to the end، وفي الاخر بيفل سواء بقى brachialization او retrograde flow زي ما يكون
بس في الاول احنا شايفين حته مسدسه مش فيلم. هنا بقى العيان كنت وريت صوره على واحده من البلاتفورمز على فيسبوك، والناس سالت على البام، ودلوقتي برضه الدكتور فوز كان بنتكلم على البام. البام يعني ايه؟ البام يعني باراسنترال اكيوت ميدل ماكيلوباثي. اي نعم، هو احنا بنشوفه اكتر كتير في الريتنال فين اوكلوجن، بس بيتشاف برضه في البرانش ريتنال ارتري اوكلوجن بالطريقه دي. هنا اللي عايزه اقوله، هنا ده نفس الكلام اللي هو ان لما بيحصل اوكلوجن الميدل ريتنال، الميدل كابيلاري بلاكسس هي الموست فولنربل، ما بتطولش البلاد فيسلز، الحته دي ما بتطولش فلو من السوبرفيشال ولا بتطول فلو من الكورويد. فاللي بيحصل ان هي الحته دي مور فولنربل، بيحصل سويلنج و انفاركشن للنيوكليير لاير، الاوتر نيوكليير لاير اكشلي ان النيوكليير لاير، وبيحصل ان هي الحته بتبقى هايبر ريفلكتيف باند كونفرنت شكلها بالمنظر ده. اللي انا عايزه ابينه الفرق، بس اللي انا عايزه ابينه ان طبعا احنا عايزين نبين فرق البام من الريجولر لايرز زي هنا، وعايزه فرق البام من الكوتن والسبوت. احنا اول ما بنفهم الباثولوجي بنفهم ندور على ايه، فاحنا فاهمين ان الباثولوجي بتاعت الكوتن والسبوت ان هي انفاركشن في الريتن نير فايبر لاير، فالكوتن وون سبوت تبقى سوبرفيشال، البام تبقى ميدل. اوكي، العيان ده يقصده، ما انا قلت لكم انا مش هتكلم في الفاسكولار اوكلوجن البلدي، انا هتكلم في الفاسكولار اوكلوجن اللي فيه تريك. فكان لما قلت لكم اي صوره تشوفوها لازم تحللوها. طيب انا ده عيان جاي يعمل او سي تي، اوكي، لقيت الشكل ده، البلد فيسلز اللي هي ماشيه في مكان مش صح، دي اللي هي الكولاترالز فاتحه ما بين السوبرفيشال والديب كابيلاريز. سوبرفيشال والديب، سوري ال سوبيريور تمبرال والانفيريور تمبرال سيركيليشن، دي كابيلاريز كروسنج ذا هوريزونتال رافي. خلاص يبقى ده عيان شكل فين اوكلوجن، باي صوره قدامي لازم احللها، لان اذروايز لو انا ما بصيتش في ده اوكي والعين بيعمل او سي تي اوكي، بس عين سيب الدكتور بتاعه ما طلبلوش فيرسين ان جيوغرافي، مش هبقى فاهمه ليه العين ده مش دايابيتيك، طب مش فاهمه ليه العين ده عنده سيستوليك ماكل اديما، يعني طب عين ما بياخدش ترابتان، ما بياخدش بروستاجلاندين انالوجز، اوبسلي ما فيش العين مش سودوفيكيك، العين اوبسلي ما فيش انترا ريتنال انفلاميشن، يبقى الدايابيتك ماكل سوري السيستوليك ماكل الاديما ماكل الاديما وجعي عرض مش مرض، يعني انا لازم ادور على السبب ولازم اقعد ادور على السبب على قد ما اقدر. ف ده اللي حصل ان العيان ده عنده ريتن فين اوكلوجن، الاوكلوجن هنا في الحته دي اوكي، ده برانش ريتن برانش ماكلر فين اوكلوجن، والكولاترالز فتحت من انفيريور لسوبيريور اوكي، والحته خلاص كونفيوز بكل حاجه. بس انا عندي حاجه ثانيه ما اعرفش انتوا واخدين بالكم منها ولا لا، دي الحته دي العين ده عنده مالتيبل فين اوكلوجن، العين ده هنا برضو الحته دي كان المفروض يبقى فيها فين اهو، الفين ده اللي ملى في الاخر خالص، فالعين ده عنده مالتيبل فاسكولار اوكلوجنز واوبن كولاترال سيركيشن عين هايبرتنسيف انكنترولد هايبرتنشن. لما نعمل بقى او سي تي انجيوجرافي للعيان ده هنقدر نشوف الفاسكولار مالفورميشنز اللي حاصله هنا كلها، سواء كان الكولاترال سيركيليشن اللي ما بين السوبيريور والانفيريور بلاد فيسلز، او الكولاترالز اللي فاتحه كمان تمبرال للماكل. انا بقى جبت لكم الكات دي عشان الكات دي في النص بالظبط، عشان اوريكم الاو سي تي انجيوجرافي علشان نلاقي بلاد فيسل ونقول على ده بلاد فيسل لازم يبقى فيه حاجه اسمها الفلو. فاحنا بندور على الماشين بتاعت الاو سي تي انجيوجرافي، انت لازم تعمل الكاتس بتاعتك، لازم تتحرك فوق وتحت وتبص على الكاتس، شايفين الكاتين الحمر دول، احنا بنقدر نحركهم فوق وتحت ونبص على الشبكيه قطعه قطعه ونتفرج على الفلو فيها عامل ازاي في كل لاير.
انا جيت في اللاير ده شايفه abnormal blood vessel وده الحقيقي ده اللي انا عارف ان ده collateral. الابنورمال بلاد فيسل جاي في الميدل اوف ريتنا في جواه فلو وفلو يعني 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 فلو اوف بلاد اوكي يبقى ده خلاص ده collateral circulation. الحاجه الحلوه برده اللي بحبها وده اللي انا encourage you all to look at ان كل صوره بتطلع من الجهاز بص عليها. انا بحب جدا الانفاس في السيستوليك الاديما بيبين الديستريبيوشن بتاعتها وبيبين مكانها فين. فلو العيان ده مش هيعمل بريسين انجوجرافي I think the onpass tells a lot about the systolic macular edema. طيب انا بس الحته دي متلخبطه ان انا هتكلم في الميكس باثولوجي في الدايابيتكس. سوري انا جبت الفاسكولار اوكلوجنز ولا اي شودنت هاف. فانا معلش هتكلم في الميكس باثولوجي في الدايابيتكس. انا بقى بحب الصوره دي جدا. الصوره دي بتبين شكل الدروزن اوكي اللي هم الدروزن اللي هم عايزين خالص الكيوتيكولر دروزن. الكيوتيكولر دروزن اللي هم الدروزينويد ماتيريال تحت الار بي اي اوكي عشان في نوع اخر من الدروزين اللي هو السودو دروزين اللي هو الماتيريال فوق الار بي. لا مش دول موضوع الموضوع دلوقتي كريتيكال دروزين اللي هم شكلهم ساتوس واللي هم بيبقوا سيبريشن بين الار بي اي والبروكس ميمبرين وفي حاجات هايبر ريفلكتيف تحتهم. بس دي ان دايابيتك بيشنت الكيوتيكل دروزن بيبقوا متناطورين كده حوالين الديسك نزل الديسك وتمبر الديسك وبيدوا شكل جميل جدا اسمه ستارز ان ذا سكاي. بس ده كمان عيان دايابيتك فعنده في الميد بريفري مايكرو انريزمز. طبعا احنا لو دققنا قوي في الصور هنقدر نفرق ما بين الدبث بتاع الحته اللي هنا الهايبر فلوريسنس اللي هنا اللي هو ديب شويه والهايبر فلوريسنس بتاع الانريزمز اللي هو سوبرفيشال شويه بجانب برضو فرق السايز. الميكروانيزمز اكبر شويه والوايل دروزن ار بين بوينت. فده شكل ستارز ان ذا سكاي. حاجه ثانيه برضو عين ده جالي قريب اكشلي. العين ده عامل ليزر ليزر ماركس باينه جدا على الاوتو فلوريسنس وهنتكلم على الاوتو فلوريسنس كتير وحصل له ايتروجينيك ريستيت بوينت سكار. ده بقى عين لطيف جدا. ده عين ده جالي النهارده اوكي. العين ده 56 year old عامل multiple intravitreal injections diabetic طبعا ودكتور اوكي وبيشتكي من الرؤيه مش مبسوط. عنده الفيجن 3.7. حد عايز يعمل حاجه للعيان ده؟ حد عايز يبص على حاجه؟ دي كل المعلومات اللي عندي. حد عايز يبص على الماب؟ انا حاطه الماب لسبب ما. في اجابات الترويل؟ لا ما ظهرش حاجه لسه. ما ظهرش حاجه لسه. طيب عايزين نعمل ايه للعيان ده؟ المشكله بس ان تقريبا اليوتيوب فيه لاج فهم بتوع اليوتيوب للاسف ما بيقدروش يجاوبوا علينا لان ما بيننا وما بينهم دقيقه او دقيقتين. واللي بيرد الناس اللي معانا على الفيسبوك. فحد كتب هو جاينت سيل ارترا جي سي سي. جي سي سي انترستنج. طب انا هحاول اغش شويه يعني انتوا شايفين ان السكان جاي انفيرير لسوبيرير وهنا في الحتة السوبيرير الريتنا ثند اوضو اللايرز كلها ايكول وسوري ويل اورجانيزد بس هما مش ايكول. المفروض ان انا عندي انا غششت نفسي. المفروض ان انا عندي ماكلر جانجليون سيل لاير المفروض في الـ في الـ في الفيرتيكال سكان تحت يبقى زي فوق بالظبط لان دي الجانجليون سيل لاير فالمفروض تبقى انفيرير زي سوبيرير بالظبط. هنا في العين ده ما في مش زي بعض الريتنال نير فايبر لاير والجانجليون سيل لاير تند جدا 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 في الحته السوبيريور دي. عشان كده انا جايبه الماب لان الماب كورسبوندنج جدا للماكلر جانجليون سيل لاير تيننج اللي عند العيان ده. العيان ده عنده اوبتيك نيرف ديزيز اون توب اوف هيز دايابيتيك باثولوجي. فاللي انا عايز اقوله هو وده الكور بتاع التوب بتاعتنا النهارده هو ان انت تستعمل كل الصور اللي بتطلع من الجهاز. تعمل كل حاجة عندك في الجهاز. معظم الأجهزة بتاعت الـ OCT دي كان سيجمنت اللايرز فنعرف نحط إيدينا اللايرز تند ليه زي ما اتكلمنا في الدريل زي ما اتكلمنا في البام والإسكيميا. لا العين ده ما عندوش إسكيميا لأن كل اللايرز الأركتكتشر بتاعها كويس فيما عدا الـ inner retinal layers. الـ inner retinal layers اللي هي جوه خالص دي الـ innermost إيه اللي حصل فيها دي تند ليه عنده optic nerve disease. يعني خلاص احنا كده بنوجه الدكتور اللي بعته ان في حاجه في الاوبتيك نيرف نعمل بقى visual field analysis نعمل
OCT optic nerve head عشان نشوف اللي بيحصل. بس في الاخر احنا وجهنا الدكتور. طيب هنتكلم بقى على حاجه تانية اللي هي الفندس اوتو فلوريسنس. اللي انا ما يعني لو في جمله واحده عايزه اقولها ان الفندس اوتو فلوريسنس ايكوالز ار بي اي بس وامشي، انا مش عايزه اي حاجه تانية. الفندس اوتو فلوريسنس غبي ما بيفهمش غير الار بي. ولما بنتكلم على الاوتو فلوريسنس عاده بنتكلم على البلو اوتو فلوريسنس، اوكي؟ عشان في دلوقتي انواع كتير من الاوتو فلوريسنس موجوده كوميرشلي افيلبل، بس اللي احنا بنتكلم عليه موست كوملي هو البلو اوتو فلوريسنس. دي عيانه عندها 42 سنه، دي صورها في 2015 ودي صورها في 2020. العيانه دي بريطانيه وجايه لنا متشخصه بسويش بيز ماكيولار ديستروفي. I hope you can all appreciate the amount of damage اللي حصل في ال RPE وال outer retinal layers من 2015 للنهاردة. احنا ال blood vessels هي اللي بنعرف بيها ال extent of the damage. فحصل increased في ال RPE atrophy وال RPE stress وصل أبعد في العينتين. الحقيقة ان هي كانت visually debilitated جدا في العين الشمال by the time she, يعني في 2020 she was 63. اليمين not as much. لما بقى نبص في الاوتو فلوريسنس again، هنا الاوتو فلوريسنس telling مش بس telling على كمية ال RPE damage اللي حصل. بص يا جماعة again الاوتو فلوريسنس ما بيتهمش غير ال RPE. الحتة اللي hypo auto fluorescent هي الحتة ال RPE damage دي. فبنفس هو الحته دي هايبو اوتو فلوريسنس كل الاي بي اي ده دامجد زي ما احنا شايفين. كان يتل ذا ديفرنس، كان يتل ذا ستارك ديفرنس بتوين 2015 اند توداي. الاحلى من كده في الاوتو فلوريسنس ان هو بيقدر يديك الفيجوال بروجنوزز، بمعنى ان انا الحته الهايبر اوتو فلوريسنس دي حته ستريسد ار بي اي. الاي بي اي is picking up a lot of vitelliform material and cannot function, cannot get rid of the vitelliform material, is going to die. فحتى في 2015 لو كانت سألتنا what is my prognosis, we would have probably said ان السكوتوما هتزيد، ان الحتة البلايند سبوت هتزيد. ليه؟ because I can actually see ال RPE atrophy وال RPE stressed حواليها that led eventually ل loss اللي حصل. البيشنت دي انا عملت لها اوستي انجيوغرافي بس عشان السكار، شايفين السكار اللي في النص دي، عملت اوستي انجيوغرافي على السكار عشان بس تو شو ذا بلاد فيسلز. انا عارفه ومتاكده ان في بلاد فيسلز جوه السكار، لان السكار تعرفها في الطب هي اتس تيشو فاسكولارايزد فايبروتيك تيشو. فاحنا عارفين ومتاكدين ان كل سكار فيها بلاد فيسل، وده شكل البلاد فيسلز اللي بيسموه الدي 3 اللي هي لارج وماتيور وما فيهاش اربورايزيشن كتير. احنا وي كان سي ذم 1 باي 1 تقريبا. فا اي جست فور ديمونستريشن يعني بوريكو يعني ايه سكارد تيشو. دي عينه كانت جت صغيره في السن 28 سنه، هيستوري اوف ليزك. بري ليزك كان ال الريفراكشن بتاعتها الريفراكشن بتاعتها ماينس 4.75 ماينس 5 في كل عين. فدي مش العينه اللي بنسميها هاي مايوب. احنا بنقول الهاي مايوبس دول ماينس 7 او اكتر. لا، هي عينه كانت مودريت مايوبيا، شي واز بيرفكت كانديديت فور ليسك. عملت ليسك من 7 سنين اند ذن جايه بتشتكي من دروب اوف فيجن في العين الشمال. طيب بنعمل الاو سي تي، شايفين الـ OCT هنا في شوية حاجات كده عايزين نتكلم فيها. ده الـ RPE صح؟ وده الـ breakthrough من الـ RPE و Brooks membrane to the subretinal space. ده الـ tissue بتاع الـ CNV، ده الـ subretinal fluid اللي حاصل حوالين الـ CNV، أوكي؟ وده الـ membrane main جدا بالـ OCT angiography. بس بقى هنا الـ في العيانة دي هو الـ lesions الكتير الـ hyper autofluorescent اللي حاصلة حوالين الديسك، اوكي؟ العيانة دي ميوتس اللي هي المالتيبل ايفانيسنت وايت دوت. طبعا هنقول دي ميوتس ولا هنقول دي بيك، ده طبعا على حسب البروجنوزز بتاعها. فالعيانة دي اخذت سنجل انجكشن، زي ما احنا شايفين الفاسكولار اليمنت ريجريس،
السبراتين فلويد ريجريست والفوتو ريسبتورز بتحاول تنظم نفسها حوالين الليجن اند كل الهايبر اوتوفلوريسنت سبوتس دي راحت. طب ما انا بعرض العينه دي هو ان انا عايز اقول ان العينه دي كانت ممكن تمشي انها مايوبيك سي ان بي سيشز نوت انفلاماتوري سي ان بي. فهنا يجي الرول بتاع الاوتوفلوريسنس في ان هو يشخص الوايت دوتس. الوايت دوتس يا جماعه موجودين اوكي. انا I can attest ان انا شفت كل انواع الوايت دوتس في مصر ما عدا البيرتشوت. فالبيرتشوت مش موجود في بلدنا كتير. موجود انا ما شفتوش خالص. شفت كل حاجه ثانيه. شفت الميوز والبيك والمالتي فوكال كورنيتايتس والسيربيجنس والازور كل الحاجات دي موجوده في مصر. فهنا بقى الرول بتاع البلو اوتو فلوريسنس انه يشخص الكلام ده. ده عيان تاني عنده 32 سنة عنده CMV وعامل intravitreal injections كتير. CMV زيه زي المكل الإديمة هو عرض مش مرض. يعني إيه؟ يعني العيان ده ليه عنده CMV؟ يعني هو عنده ده CMV أوكي هنا حتة دي بس عنده حاجات تانية بتحصل. يعني في الليجن دي والليجن دي والليجن دي مين دول؟ عنده إيه دول؟ لما نعمل أوتو فلوريسنس هنلاقي إن الليجن دي هايبو أوتو فلوريسنس يعني RPE فيها غون حتى دي مفيهاش RPE surrounded by hyper autofluorescence يعني الفوتو ريسبترز اللي فيها غون فانماسكينج ال RPE اللي تحتها فانا شايفه اكتر شايف الاوتوفلوريسنس ال RPE بيرجعه لي اكتر و as you can see ان الحته دي على الانفاس بتاع الاوسيتين جيوغرافي very telling. الحته اللي هي حوالين الليجنز الار بي ان سوري الفوتو ريسبتورز فيها كومبليتلي جون تقريبا وشايفين حتى الليجن دي عامل زي التارجت ليجن كده هايبو اوتو فلوريسنس حواليها الفوتو ريسبتورز ار جون. لما نعمل او سي تي كاتس في الليجن دي اللي جايه في الفوبيا بالظبط مع بعض الليجنز الهامبي دول. العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده مالتي فوكال كورويدايتس. المالتيفوكال كورويدايتس لما بيبقى اكتف بيعمل حواليه الهايبر اوتو فلوريسنس ده اللي هو اللوس اوف ذا فوتو ريسبتورز وحصل له سي ان بي عنده مش مايوب وعنده 32 سنه مفيش حاجه تفسر ليه العيان ده كان عنده سي ان بي. لما نعمل الاوتو فلوريسنس نقدر نقول ان ده مالتيفوكال كورويدايتس كومبليكيتد باي سب فوبيا سي ان بي. عندنا اي اسئله؟ لا ما عندناش اسئله. ما عندناش اسئله. غريبه جدا الناس فاهمه اوكي الناس مبسوطه. لا انت الكلام very detailed very nice. دكتوره كارولاين بتقول لك beautiful انفاس images. ثانك يو اتفضليهم. طيب طيب دكتوره كارولين بقى كانت انفولد في الدايجنوز بتاع البيشنت دي. دي شابه ما جابتش ال 40 سنه اقل شويه من 40 سنه. فيري ايدوكيتد فيري سمارت. جايه بتقول يا جماعه انا عندي حاجه اب نورمال في التمبرال فيلد بقى لي كام يوم. لا الفلورسين بتاعها ده الليت فريمز بتاعت الفلورسين بتاعها وعلشان الديسك شكله كده وعلشان البلد فيسلز فيها شويه ليكج فانا جبت لكم الكاتس ثرو ذا بلد فيسلز سوري ثرو الديسك سوبيريور انفيرير للديسك. اللي انا عايزاكم تشوفوه الصور دي هو المنظر ده وده الديسك دروزن. حتى هتلاقوا هنا الستيننج بتاع الديسك لامبي شويه تحس ان هو فيه لامبس. ده شكل الديسك دروزن على الاو سي تي. مع الديسك دروزن في هنا حاجه ابنورمال حاصله. الفوتو ريسبتورز هنا مش ان ذير بيست بيهافير. فهل حد عايز يعمل اي فيردر انفستيجيشن في البيشنت دي؟ انا غششتها لكم شويه. اوكي اي حد اجابات اي حاجه؟ هو في سؤال على الحاله اللي فاتت دكتوره ضحى بتسالك وات واز ذا كلو فور ذا بيودز؟ الحاله دي that's a very good question. العيانه دي كان عندها حاجه
كانت كاركترستيك للانفلاماتوري ليجنز بس اتس نو لونجر كاركترستيك. العين دي لما جيت عملت لها او في كذا كلو، اولا ان هي دي مش مايوبيك، ده مش مايوبيك سي ام في. ليه؟ لان ماينس 5 ده مش ديجنتيف مايوبيا. ده اول حاجه، لان احنا كان عندنا الريكوردز القديمه، او ممكن نسال العيان انت كنت ماينس كام. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان انا لما عملنا الاو سي تي العيان دي ما عندهاش باكي فيسلز، ما عندهاش الشكل اللي هو بتاع السي اس ار، وحتى لو كنا عملنا اوتو فلوريسنس كانت ممكن تورينا ده سي اس ار، فممكن سي اس ار كومبليكيتد باي سي ام في برضه ستيل اوتو فلوريسنس هو اللي هيحل لنا كلو. بس العيان دي عندها حاجه اسمها بيتش فورك ساين. بيتش فورك ساين في 2014 او 2015 كانت المجموعه بتاعت يانوزي كانوا كتبوا ان دي باثنومونيك، او هي دي بتشاور على انفلاماتوري سي ام فيز. بيسكلي ان بيحصل انكرنج للتيشو بتاع السي ام في انتو ذا ميدل ريتينال لايرز بالطريقه دي، شكلها شبه البيتش فورك. البيتش فورك دي اللي هي بتاعت بيشيلوا بيها التب، اللي هي الشوكه اللي هي ليها سنون كده قويه. ف دي البيتش فورك ساين اسمها البيتش فورك ساين. دي بعد كده عرفنا ان هي مش بتمنمونك للانفلاماتوري ليجنز وموجوده في الاي ام دي. فدي كانت الكلو بتاعي وانا بعمل العين دي او سي تي، واخدتها على الجهاز، اخدت لها الاوتو فلوريسنس، عرفت انها انفلاماتوري سي ام دي. That's a very good question. نرجع للعينه بتاعتنا، حد عنده اي حاجه عايز يعملها العينه دي since we're on the topic of auto fluorescence؟ فيلد، الناس بتقول لك فيجوال فيلد. اوكي صح، احنا عملنا فيجوال فيلد حقيقي. طيب ده الفيجوال فيلد بتاعها. السلايد بانت في الاول يعني. انا عارف. طيب ده العيال عندها لارج باج بوت يعني، وشويه فوق اللارج باج بوت. اي حاجه ثانيه يا جماعه؟ عينه صغيره، عينه صغيره، شابه وبنت يعني سيدة. الإجابة هي أوتو فلوريسنس، عشان إحنا على التوبيك بتاع الأوتو فلوريسنس. ده ميوز، هو ده شكل ميوز، إن هو بيجي هايبر أوتو فلوريسنس سبوتس حوالين الديسك. هي كورسبوندينج جدا مع الفيلد ديفكت. ولو رجعنا شوية لصور الأو سي تي نلاقي ان الفوتو ريسبتورز هنا فيري ايرجولر في الحته اللي حاصل فيها الميوت، الحته اللي حاصل فيها المايت في الابنس. فهي شويه الكلوز دي هي اللي بتقول لك انت بتتعامل مع ايه. يعني هنا الفوتو ريسبتورز، شايفين الفوتو ريسبتورز كانت ماشيه حلو جدا، then suddenly وقفت. شايفين؟ can you appreciate that؟ الاوتو فلوريسنس بيعمل ايه؟ الاوتو فلوريسنس بيعمل ار بي اي. فاول لما الاقي اوتو فلوريسنس كتير جاي في وشي، سو اتس ايذر ان الار بي اي ده كتير عليه، يعني جواه بيتلفون ماتيريال كتيره زي في البست ديزيز، يا اما كان في حاجه وتشالت فرجع لي كتير اوتو فلوريسنس زي الفوتو ريسبتورز زي العينه دي. دي ميوت مالتيبل ايفانيسنت وايت دوت سيندروم. والديسك ستينينج ده ميوت ممكن يعمل شويه ديسك ليكج كده، وبلس ان هي عندها شويه ديسك دروزن، حطيت ديسك دروزن. طيب نتكلم بقى في السنتر سيريس كوريوريتينوباثي، وده حاجه من الحاجات اللي بنستعمل فيها الاوتو فلوريسنس كتير كتير قوي كمان. السنتر سيريس كوريوريتينوباثي اتغير اسمه شوية، بس انا عشان اشخص سنتري سيريس كوريوتينوباثي ما ينفعش خالص ان انا ما اعملش اي دي اي، ما ينفعش خالص ان انا اخش على الكرويد، لان هو خلاص غيروا اسمه. كنا زمان بنسميه سنتري سيريس ريتينوباثي، دلوقتي اسمه سنتري سيريس كوريوريتينوباثي. انا لو ما بصيتش على الكرويد في عيان زي كده مش صح. عيان عنده سب ريتينال فلويد وتايب اي بيرسوناليتي وبيشتكي من سكوتوما، على طول على طول على طول بص على الكرويد. زي ما بقول لكم انا بص على الكرويد في كل عياني، كل عياني مش اخسر حاجه. اكسكيوز مي. دي عيانه ست عندها الار بي اي هنا الريجولر، الحته النيزل دي اوكي، والعين الشمال كل الحته دي الار بي اي فيها ستريسد، كومبليتلي ستريسد ار بي اي.
لما عملنا او سي تي للعينه دي هنقدر نابريشيت ان البيسلز بتاعه الكورويد هنا كبيره تخينه. دي اللي بقوا بيسموها باكي كورويد فيسلز، ان الكورويد الميدل كورويد فيسلز كبرت جعلصت. فدلوقتي عشان اشخص سنترال سيريس كورويدينوباثي او باكي كورويد ديزيز لازم يبقى عندي يا اما ديفيوز ثيكنينج من الكورويد فيسلز او حته سيجمنتال. فده الباكي فيسلز اللي في العين اليمين اللي عند الاي بي اي اتروفي مش طبيعي ده. في العين الشمال بقى لا، الموضوع طول شويه، بقى لها شويه عندها سبرات الفلود، فما بقاش اكيوت كده واخد الشكل الهرمي اللي احنا عارفينه، بقى مور less fluid more tracking لتحت. ده اللي بنسميه بتكون مش في مخي. لو حد فاكر الكلمه يا جماعه بيفكرني بيها، بس بيسكلي بيحصل باي ديبندنت الفلويد بينزل لتحت، بيحصل تراك للبلد سوري سبرات الفلويد انفيريلي. فده الشكل ده بيقول لنا ان اللي بيحصل ده كرونيك، زائد ان الفوتوريسبتورز بيبتدوا يديسربت بالطريقه دي ويعملوا زي الديبوزيتس اللي على الاندر سيرفيس اوف ذا نيورسنسي ريتنا، فبنسميهم يبقوا شاجي، يبقوا ايرجولر. فده شكل سنترال سيريس كورويدينوباثي الكرونيك. سوري كارولين بتقول لك جرافيتيشنال او جرافيتيشنال تراك. شكرا اشكرك ميرسي. صح جرافيتيشنال تراك. سوري ودكتوره هبه، يعني ودكتوره هبه بتحاول تفكرك هي جرافيتيشنال تراك. ثانك يو. بس هو كده، وده الفرق ما بين الاكيوت والكرونيك، عشان كده انا عرفت العين اليمين دي اكيوت والعين الشمال دي كرونيك. الباكي كورويد ديزيز هم دول الديزيز الجديده اللي ابتدوا يبقى ليهم بقى ايه، ياخدوا شكل كده واسماء مختلفه في الـ literature، ان هما عايزين يقولوا ده سبيكترم اوف ذا ديزيز يا جماعه، ان احنا يا اما هيبقى عندنا ابيثيليوباثي بس، يا اما الاي بي اي بس هو اللي فيه مشكله، يا اما الار بي اي اللي فيه مشكله ده يعمل سبريتال فلويد اكيوميليشن او نيور سنس ديتاتشمنت بنسميه سنترال سيريس كورويدينوباثي، يا اما الباكي كورويد دي مع الكرونيسيتي تعمل نيو فاسكولاريزيشن، يا اما تعمل الحاجه الاكبر شويه من نيو فاسكولاريزيشن وتعمل بوليبس وتعمل برانشينج فاسكولار نتوركس، ودي ما يسمى البوليبويدال كورويدال فاسكولوباثي اللي هم دلوقتي عايزين يغيروا اسمها يسموها انريزمال تايب 1 نيو فاسكولاريزيشن. المهم اللي احنا عايزين نطلع بيه من كل الكلام ده ان احنا عيان السي اس ار اللي احنا عارفينه اللي هو السي اس كورويدينوباثي مش لازم يبقى عنده سبريتال فلويد، يعني بس كفايه ان انا اشوف اي بي اي ايرجولر تحته لارج كورويدال فيسلز عشان اقول ان العيان ده سنترال سيريس كورويدينوباثي. طبعا مش قادر اقول لكم اهميه ان احنا نكزامن بوث ايز في اي حاجه، مش بس في السنترال سيريس كورويدينوباثي، اي حاجه، اي ديزيز، اي حاجه بصوا على العينتين. اوكي ماشي، اهو ده اكزامبل، ده عيان عنده ايرجولر ار بي اي. انا بس ليه الصور طالعه على بعضها كده احسن. اوكي سيبنا من دي. يعني ده عيان عنده الاي بي اي ايرجولر في العينتين، نازل للديسك هنا في الحته دي، هنا هنا هنا، كل دي اي بي ايرجولاريتي. اوكي ده عيان باكي كورويد ديزيز عنده السبيكترم بتاع الديزيز، بمعنى ان انا في الفلوريسين وفي الاوتو فلوريسنس شايفه ان الار بي اي هنا اتروفيك، والار بي اي هنا وهنا وهنا، وكذلك هنا في حاجه مش طبيعيه بتحصل. بناخد او سي تي للعيان ده، اوكي بنشوف هنا سبريتال فلويد، وبنشوف ما يسمى بالدبل لاير ساين ان الار بي اي بيترفع شويه. اوكي نوت انف تو كول ات ا ديتاتشمنت، هو بيبقى فيري فيري ثند اليفيشن ومعاه سبريتال فلويد corresponding to hyper fluorescence في الفلوريسين انجيوغرافي، والبلد فيسلز الكورويد البلد فيسلز تخينه تحت الليجن. نفس الكلام في العين الثانيه، ادي الدبل لاير ساين وادي التيكن كورويد فيست. لما عملنا فلوريسين انجيوغرافي للعيان ده لقينا ان الليجن دي بتيجي في الميد فريمز تبقى هايبر
هايبرفلوريسنت اند ذن بعد كده بتستين شويه في الاخر. انا بقى الرول بتاع الاوستين جيوغرافي كبير بصراحه، لان انا الفلوريسين هنا مش كفايه، لان الكرونيك ليجنز ممكن يبقى شكلهم عامل كده في السي اس ار او السي اس سي. فانا عملت هنا العين ده اوستين جيوغرافي ولقيت النيوفاسكولوباثي دي. فالعين ده لو هرجع سن لورا هنا ما كانش عنده نيو فيسلز، عملت اوستين جيوغرافي هنا ما كانش فيه نيو فيسلز، فالعين ده بس عنده بيجمنت ابيثيليوباثي، وعلى الناحيه الثانيه عنده نيوفاسكولوباثي. فارجع سنتين لورا واتكلم في السبيكتروم بتاعت الديزيز، ان هو يا اما يبقى ابيثيليوم ابيثيليوباثي، يا اما يبقى سبريتن فلويد، يا اما يبقى نيوفاسكولوباثي. والبويد كوريد فاسكولوباثي ده حاجه ثانيه خالص، يعني ممكن نتكلم فيه مره ثانيه. العين ده راح انتي مره، والسبريتن فلويد بتاع العين اليمين دي الحته اللي حوالين الليجن قلت، فضلت الحته اللي في الفوبيا، وانا I decided to watch this subretinal fluid. العين lost the follow-up للأسف. خلاص بقى احنا جاهزين هنشخص. حد عايز يقول حاجة في العين ده؟ احنا منتظرين اهو اي ردود. مفيش اي ردود؟ لا يس. بتوع اليوتيوب للاسف ما بيعرفوش يردوا علينا، لان في لاج ما بيننا وما بينهم. فيسبوك بقى هم يردوا علينا. ما فيش. اوكي. كرويدال ليجن. سوري؟ دكتوره كارولين قالت كرويدال ليجن. كرويدال ليجن. اوكي. انت مش عايز تبص على العين الثانيه؟ دكتور علاء فايد قال دوم شيبت ماكيلوباثي. تمام، دوم شيت ماكيلوباثي ده كلام حقيقي. انا هنا صح، ده this is a myopic patient, a myopic eye فيها الشكل اللي احنا قاعدين مستنيينه، اللي هو الكورويد التخين مع subretinal fluid. خلاص بقى يا جماعه احنا جاهزين، هنقول ده central serous choroidopathy. بس لا، استنوا شويه يعني نتروى مع بعض ونبص على العين الثانيه. العين الثانيه برضو مايوبك، العين ده هاي مايوب، باين من التلتد ديسك، وباين من الكونفيجريشن بتاعه البوستيرير فور. في العين الثانيه كذلك ده عين مايوب، دي الكونفيجريشن بنشوفها مع المايوبس، وعنده ما يسمى بالدوم شيفت ماكلا زي ما علاء قال. الدوم شيفت ماكلا يعني ايه؟ يعني بيحصل ان الكورويد بيبقى تيكن في الحته اللي في البوستيرير فور، فيروح زائق towards ال retina وال vitreous، بيعمل turbulence في الكورويد فيعمل subretinal fluid accumulation. حاجة يعني شبه ال CSR، بس ما حدش فاهم قوي ليه بيحصل كده و it doesn't respond to treatment للأسف. يعني there have been trials ان هم يعملوا لها fluence PDT زي ال chronic CSR، بس يعني لغايه دلوقتي مفيش ستاندردايزد تريتمنت لحاجه زي كده. دي حاجه من الحاجات المهمه في المايوبس ان انا ابص عليها، ان يحصل الكونفيجريشن دي ان هي شكلها شبه الدوم، اخدها من 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 وان اند تو ذا اذر، والاقي اليفيشن اوف ذا سكليرا، والكورويد بقى ممكن يبقى تيكن، ممكن يبقى تند، ممكن يكون اي حاجه معاها سبريتال فلويد. ده شكل الدوم شيت ماكي. طيب ستريتشز، اسئله؟ عندنا اي اسئله يا دكتور وائل؟ من شويه قربنا نخلص. في حد سال حاجه، في حد سال what is the meaning of stressed RPE؟ stressed RPE يعني RPE مش شغال كويس. ال RPE الفانكشن بتاعته ان هو to regenerate وياكل basically ال photoreceptors. ولما الفوتوريسبتورز when the photoreceptor outer segments they die they make the lipofusion deposits جوه ال RPE. ال RPE الفانكشن بتاعته مش كويسه زي في الدرو، زي في الـ في الايدج ريت ماكرو ديجنريشن، فبيروح عامل الدروزن، لان الدروزن دول اللي هم اللايبوفيوشن الديد ماتيريال بتاعه الاوتر ريتينال اوتر سيجمنتس بتاعه الفوتوريسبتورز، فيفضل محوشها جواه they cannot process it فتعمل الدروزن. فده بنسميه stressed RPE، sick RPE، مش شغال كويس. اوكي؟
احنا اعتقد ان احنا هنحتاج ان انت تعملي معنا سيشن تاني على فكره. انا ممكن اوقف هنا، انا ممكن اوقف هنا جدا. انت اسمنا ممكن تعملي معنا حلقتين كمان. ليه انت بتتكلم في ايه ولا ايه؟ ما عنديش معلومات خلاص. ماشي يلا. عايزه تكملي ولا عايزه ما اعرفش احنا ايه الاخبار عندنا؟ انا اي كانت سي فروم ماي بليس. لا احنا الكراود زي ما هو، nobody left, everybody's here. طب وانتوا عايزين ايه يا جماعه؟ نكمل ولا ايه؟ حد يرد عليا؟ مش عليا وكارولينا عشان دول زمايلي. في اهو بروسيد يعني، حد بيقول يعني جو اون از فيري نايس، كله عايز نكمل يعني. طيب ومواطن كله عايز ثانيه كمان يعني. كله عايز حاجه. نضبط مع بعض جلسه ثانيه، ما تخافوش يا جماعه مش هنسيبها. ماشي طيب اوكي. خدنا فرصه تو ستريتش. ماشي هنتكلم على الايج ريليتد ماكرو ديجنريشن. نتكلم بسرعه ونحاول كده مع بعض في خلال 20 مينتس. في سؤال سريع جيوغرافي ثانيه بتسال بتقول would you add steroids to in treatment of CNV complicating white dot syndrome؟ اوكي سو ذس ا فيري جود كويستشن ديبندنج على الديزيز انتيتي. فمثلا حاجات زي البيك والمالتيبل كورويدايتس سام تايمز يس وي يوز البيك اقل من المالتيبل كورويدايتس، بس يس اي وود يوز ات فور مالتيبل كورويدايتس. فديبندز على الديزيز انتيتي. ميوز لا، الميوز بيروح لوحده باي ديفينيشن. بس فديبندز لو مالتيبل كورويدايتس بروبلي هحط ستيرويد. اوكي ثانك يو يا جماعه. دكتوره نيرمو بتقول لك يو روك. كان ماشي ثانك يو نيرمو. طيب حلو اوكي نكمل يلا بينا. طيب زي ما اتكلمنا عشان الناس اللي جوينينج وكده، احنا في الـ OCT and Geography بنبص على الفلو، بنبص على البلد فيسلز، وبرضه بتدينا الستركتشر اللي هو البي سكان زي ما اتكلمنا. طيب التايبس اوف سي ان في اللي هم موجودين في الكتب هنطلعهم دلوقتي. التايب 1 اللي هو بيبقى تحت الار بي اي، والتايب 2 اللي هو بيبقى سب ريتينال، والتايب 3 اللي هو بيبقى راب. ايه الفرق دلوقتي بما ان كله بيتحقن فما بقاش فيه فرق كبير زي بالظبط الجاكتافوبيا والسبفوبيا والحاجات دي؟ ما بقاش بيبقى فرق كبير قوي غير في البروجنوزز، لان خلاص البي دي تي بطل وكله بيتحقن. فالفروقات دي كلاسيكال اكتر يعني، كلاسيك تيتشينج يعني. انا بقى بحب شويه الصور دي. اوكي التايب 1 اللي هو السب ار بي اي، الجروث بيحصل تحت الار بي اي وبيفصل الار بي اي عن البروكس ميمبرين، وبيبقى معاه اسوشيتد سب ريتينال فلويد. وده الالستريشن بتاعته. احنا عينينا دايما لما نبص على اي صوره اوستي عينينا على الار بي اي. طالما احنا لقينا الار بي اي مش هنتوه، نلاقي الار بي اي اللي هو the whitest line the thickest line ونبص عليه، وهنلاقي فوقيه النيوروسنسري ريتنا سواء detached ولا لا، يعني في فلويد ولا لا، والاي بي اي نفسه detached ولا لا. فهنا البلاد فيسلز بتخرج من الكورويد تبريك البروكس ميمبرين وتجرو تحت الار بي اي. طيب لما نيجي بقى نتكلم في التايب 2 سي ام بي، ده بيحصل في اللي بيحصل ان البلاد فيسلز بتبريك ثرو البروكس ميمبرين والار بي اي to grow under the neurosensory retina اللي هو التايب 2، ده الكلاسيك سي ان في. انا بس عايزه اشاور على بعض الحاجات. السي ان في التايب 2 ده ممكن يعمل معاه انتراتينال فلويد. اي سي ان في ممكن يعمل معاه انتراتينال فلويد وسب ريتينال فلويد. انتراتينال فلويد از ماتش مور اومن يعني، ما بنحبوش، بنخاف منه في البروجنوزس. الحاجه الثانيه اللي بتحصل في اللارج ليجنز، وانا مش جايبه صور كتير بس لقيت دي قدامي فقلت اتكلم عليها، المنظر ده اللي هو اسمه outer retinal tubulation. ممكن نبقى نجيب لها صورة في حلقات القادمة. outer retinal tubulation دي بتبقى attempts من ال RPE في chronic membranes ان هي تفور، بس هي من بتتجنن وبتعمل tubes فوق الممبرين، فما خد فيها cross section تبقى عاملة زي القلم الجاف كده، زي التيوب بتاعت القلم الجاف، وشوية السيس دول اللي جوه الريتنا مع شوية subretinal fluid. كل ده بدور عليه وانا بعمل اوستي للعيان. اتكلم بقى في الراب ليجن اللي هي اصعب شويه. اوكي
والباثولوجي بتاعها poorly understood although في association قوية جدا مع الكتيكولر سودوتوز. طيب الباثولوجي في الحالات دي بيبتدي intraretinal، فالفلو بشوفه جوه الريترا وبعدين بيحصل communication مع الكورويد، فعشان كده بتسمى retinal، فبيحصل connection ما بين الكورويد وما بين الريترا، يتقابلوا هما الاثنين يعملوا ال proliferation دي intraretinal. بيرسبوند بيتر للانتي بيجيف بس للاسف معاه بيحصل جيوغرافيك اتروفي اسرع. هسأل سؤال على العيان ده، اولا العيان ده اكتف ولا لا، ثانيا العيان ده ايه الفيجن بروجنوز بتاعه؟ العيان ده فيه فايندنج كده مهم جدا بنشوفها في السي ان فيز. هو ليه الحته دي باينه قوي قوي؟ ليه الحته دي من الكورويد فيها باك سكاترين كويس؟ في ردود ولا رد انا؟ لا ما تقولوش اتروفي في الار او بي. يس اتروفي في الار بي، بس هو مش اتروفي قوي، هو الار بي موجود بس في حته ثانيه. شايفين الشكل ده؟ ده الار بي ريب. اللي بيحصل في بعض الحالات ان الار بي اي لما بيرتفع قوي بيعمل زي الالاستيك باند وبيتقطع من ناحيه ويكرمش ويلم في ناحيه ثانيه، فده الفيزيكس بتاعه، فعامل بالظبط زي ما يكون ماسك حاجه ستريتشبل جدا and you stretch it to the maximum then it trips. It's much more common مع الـ sub RPE lesions، بتحصل في sub RPE lesions وبتحصل ساعات post injection، والـ visual prognosis بتاعتها مش كويس، although lesions ممكن تبقى active بس الـ visual prognosis بتاعتها بتبتدي تدخل في حته بقى more poor. كمل علاج بس بتبتدي تبقى عارف ان الـ visual الـ vision مش هي pick up as much as the, the anatomy. حاجه تانية برضو، انا ليه بتكلم في البروجنوزز؟ عشان بنفس الطريقه بتاعه البايو ماركرز في الدايابيتيك ماكولار إديما بنتكلم في البايو ماركرز في الاي ام دي برضو في السي ان بيز. اجان ده سي ان بي احنا كلنا متاكدين بي سكان سي ان بي، الانجيو فلو بتاعه في سي ان بي حلو جدا جميل بتاع، اولا احقن ولا لا، اكتف ولا لا، ثانيا ايه الفيجوال بروجنوز. العين هو اوكي، العين ده عنده degenerative cyst، دي I don't believe is active cyst. I believe this is a degenerative cyst لان ال RPE في الحتة دي كلها almost gone and hence sometimes العينين اللي بيحصل RPE loss بيكونوا vacuoles of fluid inside the retina and hence I really believe ان ده intraretinal fluid that is more degenerative. عشان كده بي كاري ورست بروجنوزز بيكوز ات مينز ذات ذا ار بي اي بامب هاز فيلد. عايز اقول كلمه كمان، ان مثلا ده عيان اوكي كان عنده التايب 1 سي ان بي ده وباينه الفرونت مش بديتيل كتير بس باينه موجوده على الليفل اوف ذا كوريال كابيلاريز، ده العيان ده ما اتحقنش اوكي، كون شويه سب ريتن فلويد، شايفين الاربوريزيشن زادت في الممبرين اند ذن اخذ اثنين انجكشنز، الممبرين صغر جدا جدا في الحجم، الباثولوجي رجع كويس and then بعد كده سيبنا العيان ده اوبزرف، الحمد لله ما رجعلوش الفلود بس اكشلي الممبرين زاد في الحجم. فاللي احنا عايزين نقوله ان دور الممبرين زاد في الحجم العيان ده ما اتحقنش. لسه الاوستي انجيوغرافي مش هو الديترمنت في احنا هنقن ولا لا، لسه السب ريتن فلود هو والبي سكان هو اللي الكلمه الاخيره هنقن ولا لا، فحتى لو الليجن كبرت على الاوستي انجيوغرافي ما بنحقنش. عايز اقول كلمه كده بسرعه على واحده من الكلام اللي الفايندنجز اللي موجوده في الاوست تي في الاي ام دي اللي هي تسمى الشرن سب ريتنال هايبرفلكتيف ماتيريال.
غير ما تبص ان when you examine العيان بتلاقي ان الريتنا elevated وفيها حاجه تحت الريتنا كده بيضه, مش الممبرين نفسه. الممبرين نفسه لونه جراي, لا ده مش الممبرين نفسه, دي حاجه كده بيبقى لونها ضوء. احنا اتفقنا ان ده مش الريل كولر, بس بيبقى شكلها كده ابيض وبتبقى عامله زي الماتيريال, مش ممبرين, مش تيشو, ما فيهاش بلاد فيسلز, يعني شكل التيشو. طبعا احنا عارفين متاكدين الممبرين ده اكتف لان حواليه اكسوديشن وحواليه هيمرج. لما ناخد او سي تي في العيان ده بنلاقي الشكل ده بتاع الماتيريال عامله زي الاونيون, حقيقي شبه حلقات الاونيون دي اللي بتسمى الشيرم, وده سب ريتن فلويد اللي جاي من الاكتيفيتي بتاعه الممبرين. فالشيرم ده محدش فاهم قوي الكومبوزيشن بتاعته, اوكي, و some people say it's blood, some people say it's altered blood, some people say it's lipid oxidation. محدش فاهم قوي هو ايه, انما احنا عارفين ان هو بيرسبوند بيرجريس مع الانترفيتري انجكشن. فا اوضو مش هو اللي بنحدد عليه الاكتيفيتي, بس احنا من الـ observation هو لقيناه بيصغر مع الاكتيفيتي, مع سوري الانجكشن. حد عنده اسئله؟ نوب. اوكي, انا بقى بحب, انا عاجبني بقى العيان ده. العيان ده عيان 72 سنة. دي قصة, دي رحلته من 2018 للنهاردة. في 2018 كان عنده اهو الـ RPE. كان فوق الـ RPE فيه زي deposits كده material. الـ deposits دي ما كانش فيها اي flow على الـ OCT angiography في 2018. And then جه في يناير 2020. وده وانا لما طلعت من المشين دي رحلته. ان كان عنده الـ deposits دي. الـ deposits دي ابتدت تقل. اوكي. وكان جنبها برضو الهامب دي في الـ RPE وفيها الـ Hyper Reflective Deposits دي, و it completely regressed لوحدها. بس ده شكل العيان. And then suddenly حصل الشكل ده في مايو 2020. ما هذا؟ What is this? احنا ايه اللي احنا قادرين نشوفه؟ احنا قادرين نشوف حاجه هايبر ريفلكتيف ويل ديفايند جوه الشبكيه, اوكي, ومعاها ليجن هايبر ريفلكتيف ايل ديفايند جوه الشبكيه, ومعاها سيستس, اوكي. العيان ده حقن سنجل انجكشن, الدنيا زي الفل. ظهر بقى دلوقتي ان الار بي اي اليفيتد, وان فاضل شويه ابنورمال ماتيريال كده جوه الشبكيه. فوتوريسبتس بتحاول تبني نفسها فوق الـ RPE. العيان ده عملنا له اوستيانجيوغرافي, لقينا في ممبرين هنا. What I believe happened, okay, ان العيان ده developed a wrap lesion. This is a wrap lesion, though we do not have the اوستيانجيوغرافي في الوقت ده. But this is what happens with the wrap lesions. ان هما ممكن يبقى قبل الـ lesion في hump من الـ RPE, elevation من الـ RPE that, and then بعد كده معاها حتى الـ intralateral hyperreflectivity دي اللي احنا مش فاهمين دي deposits ولا blood vessel, although ما فيهاش flow بالـ OCT angiography, and then develops into an actual membrane, it responds really well to a single injection, وبنلاقي ان الممبرين اتكون تحت الـ RPE. So I really think this lesion was a wrap lesion. Thank you very much for listening. I hope ان انتوا استفدتوا من الصور اللي احنا وريناها. عايز اقول لكم بس ان انتوا تاخدوا بالكم كل الصور اللي بتطلع من الجهاز, وانكم تستعملوا كل الاجهزه, انكم يبقى عندكم high level of suspicion, وان انتوا تقروا كتير, وان انتوا يبقى عندكم team عارف what to do with all pathologies, and ان انتوا نفسكم تبقوا part of that team. Special thanks للدكتور وائل الجندي عشان الانفيتيشن. Thank you for giving me the floor ان انا اتكلم معاكم النهارده. وطبعا زمايلي في مستشفى الوطني, we have an amazing retinal imaging team. Thank you all for producing all this confirmed data. I didn't do all this work alone into جزء من النجاح ده. Thank you. I'm ready for your questions. دكتورة ديرة, بصراحة يعني it was an amazing lecture. حقيقي يعني. انا عارف ان انت اتزنقت معانا في الوقت شويه وان احنا تعبناكي, ولكن انا اللي اجلت.
يعني بصراحة it was amazing, it was amazing. Thank you very much. الناس كلها بتشكرك هنا. و now we're taking questions. If anybody wants to ask a question, لو حد عايز يسأل أي سؤال قبل ما نراب اب يا ريت يكتب لنا سؤاله. انا عارف ان طبعا الناس في اليوتيوب مظلوبين معانا لان هم ما بيننا وبينهم لاج كده صغير، لكن اي اسئله احنا جاهزين. كله طبعا بيشكر. ميرسي ميرسي ليكم وميرسي انكم قاعدين معايا لغايه دلوقتي، بقالي ساعه ونص بتكلم لوحدي اكتر كمان. لا لا بس احنا ما بيننا لقاء تاني طبعا، يعني سواء في دي او في حاجه تانية توبيك تاني يعني. احنا بس انت خلاص you're hooked. بالظبط، انا بقيت جزء من الكين. طيب final question اهو، جالنا سؤال اخيرا. Is CNV now called MNV؟ امبارح كان في احد الويبنارز والناس كانت بتسال السؤال ده. I think ان هم كانوا بيتكلموا على المايوبيك CNV. I'm not aware ان هو اتغير. I'm not aware. Okay. What is the difference between the CNV and the new choroidal fossae in cases of FCM? Multifocal choroiditis. Okay. الفرق ما بين CNV والفصائل الجديدة، CNV بيبقى جوا فلو. هنا بقى لازمة الاوستينجوجرافي. الاوستينجوجرافي هنا بقى فسر لنا حاجات كتير، ان احنا لما ناخد سكشن جوه الليجن هنعرف اذا كان في جواه فلو ولا لا. لو في فاسكولار نتورك يبقى ده سي ان بي، لو مفيش فاسكولار نتورك يبقى ده بس مالتيبل كورويدايتس بتروح بالستيبس مش بالحق. هنا بقى الرول بتاع الاوستينجوجرافي. يو ويلكم هبه. والله عمال يعني it was amazing. يعني everybody thank you. حد بيسأل على treatment of CSR؟ ده سؤال كويس. ال CSR على حسب طبعا acute ولا chronic. ال acute عادة ما بنجيش جنبه، ال chronic بنستنى 6 شهور قبل ما نسميه chronic. ال chronic lesions لو مش معاها CNV، في ناس كتير في ناس بتعمل half fluent PDT لو يسمى cold laser يعني، بس half fluent لو موجود. ما اعرفش السؤال جاي منين. لو موجود عندك اكسس للبي دي تي نعمل بي دي تي. لو مفيش الناس بتاخد سبيرونولاكتون، الناس بتدي 25 ميلي جرام اوف سبيرونولاكتون which is a diuretic once or twice a day. Twice a day actually. في ناس بتدي twice a day وبنستنى اتليست 4-6 اسابيع لغايه لما تشوف الامباكت بتاعه. Can we see PAM like lesions in other sites of the retina? No. What do you mean other sites برا الاركيدز يعني؟ لا لا لا، البام ليجنز نشوفها بس في الاركيدز. سي ان في تايب 3 سي ان في نوت ارايز في الكورويد، that's why they changed their its name. Interesting. I did not know. قصدك الراب ليجنز يعني؟ Interesting. طب والام دي stands for what؟ هي تقلت امبارح ولا ايه؟ تقلت امبارح اهو. الليكتشر دي يا جماعه خلاص وير لايف على الفيسبوك اند ذا فيديو ويل بي ذير، وير لايف على اليوتيوب على الشانل بتاعتنا اند ذا فيديو ويل بي ذير. يعني الفيديو اللايف بيفضل موجود مش هيتمسح. مايكرو بولس ليزر في ال سي اس ار. الناس بتستخدم المايكرو بولس ليزر. انا شخصيا عندي خبره مع 4 عيون CSR استعملت فيهم مايكروبولس ليزر. ايوه بيتحسنوا، but do we actually know if that's the natural history of the disease or not? Macular neovascularization, interesting. Thank you Dr. Fawaz. So we don't know لو ده actually بيتحسنوا because of the natural history of the disease ولا لا، لان المايكروبولس ليزر بيعتمد على ان احنا sort of يعني theory ان احنا بنشغل ال RP pump. طيب I guess كده احنا مفيش اسئلة تانية. و everybody is thanking you و احنا سهرناكي معلش تعبناكي. مرسي ليكو جدا. Thank you for staying with me. بالعكس انا سعيدة جدا، بحب الصور جدا جدا جدا. احنا متشكرين جدا.
وهنقول بس الناس احنا في عندنا اناونسمنت صغير بس، احنا عندنا يوم الجمعه الساعه 4 الظهر الميتنج بتاع الدكتور احمد ناصف، هنتكلم فيه على نيورو اوفثالمولوجي بيبل تيست بيبل وكلر فيجن تيست ويوزنج ذا اتش ار. اوكي شكرا دكتور مره ثانيه، و يعني I promise you ان احنا هنتقابل تاني باذن الله. و thank you everybody and see you soon. يلا we wrap up. صباح الخير. صباح الخير يا جماعه.